السيدات والسادة الحضور، أسعدتم مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم جريدة الاتحاد وباسم إدارة برج صدام الدولي، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأنتم تحلون ضيوفا أعزاء في هذه الأمسية الجميلة التي اعتادت جريدة الاتحاد أن تقيمها على هذه الحدائق الغناء، حدائق برج صدام الدولي، في مساء الثلاثاء من كل أسبوع. فقد اعتدنا ومنذ عدة أسابيع أن نقيم هنا في هذا المكان ممارسة ثقافية على شكل استضافة لأحد الأعلام المعروفين في مجالات الفن والثقافة والأدب والشعر والصناعة وحتى القضايا الاجتماعية. واليوم نستضيف اسما لامعا وبارزا ومعروفا، اسما عرفناه منذ سنوات طويلة في عالم القصيدة الشعبية العراقية الأصيلة، وأعني به أخي وصديقي الأستاذ الشاعر الكبير عريان السيد خلف. هذا الاسم اللامع، هذا الشاعر الكبير الذي طالما تمتعنا بحلاوة قصائده ومفرداته الجميلة وأغانيه الشجية العذبة، اليوم سيكون أمامكم هنا في هذه الحدائق الغناء. سنحاوره ونسأله وسيسمعكم صوته وقصائده الجديدة والقديمة وكل ما يتعلق بعريان السيد خلف. أنا باسم جريدة الاتحاد وباسم إدارة برج صدام الدولي أقدم الاعتذار، شديد الاعتذار، من الأخوة الأعزاء والأخوات العزيزات الذين واللواتي ما زالوا يقفون في هذه الحدائق، لأن الكراسي تو داخل الباب، فنبدأ على بركة الله، ويبقى الكرسي، كرسي الأخ كريم منصور، شاغر إلى حين مجيئة يحل بي على الرحب والسعة. أدعو أخي الأستاذ الشاعر الشعبي المرموق والمعروف وذائع الصيت عريان السيد خلف إلى المنصة. يعني أكرر الترحيب ثانية وثالثة ورابعة بالأستاذ الزميل العزيز والصديق الكريم عريان السيد خلف، اللي راح يكون اليوم هو على كرسي الاعتراف إذا صح التعبير أمامكم، يعني فهو الآن أمام الجمهور. يعني بعد الحوار اللي أنا راح أديره حتى راح نفسح المجال لكم، يعني لأسئلتكم أو استفساراتكم أو لطلباتكم أو يعني أي شيء يعني في الخاطر في هذه الأمسية التي أنا متأكد ستكون من أجمل الأماسي التي سترسخ في الذاكرة. أنا متأكد تمام التأكد من هذا الكلام، لأن عريان السيد خلف عملة نادرة في مجال الشعر حقيقة. يعني أنا مزامل العريان يعني صار بحدود ربع قرن، يعني
يعني احنا انا وياه من فد مدرسه او فد جيل او فد، فلذلك اعرف عريان من بداياته يعني، يعني من بداياته اواسط او العقد الثاني او الفتره الثانيه من الستينات ولحد الان هو متالق، حتى في بداياته هو متالق حقيقه يعني. اذا على بركه الله نبدا حوارنا مع الاستاذ الشاعر عريان السيد خلف. انا بالحقيقه راح اسولف وياه يعني، يعني سوالف اخويه، وهي القعده والجلسه جلسه حبيه اولا يعني، قبل ان تكون جلسه رسميه وجريده منظمتها وبرج صدام مشكورين حقيقه يعني. قبل ان اترك الميكروفون لاستاذي واخي العزيز عريان، لا 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 باس ان اشيد واشير الى الخدمه والضيافه التي يوفرها لنا برج صدام وادارته حقيقه. هذا البرج العملاق، هذا الصرح الشاخص والشامخ في مدينه بغداد العزيزه، يعني حقيقه ان تكون الاداره متفهمه لموضوع النشاط الثقافي، يعني هاي فد مساله ممتازه يعني. يعني الناس متكلفين في كل هاي التكاليف اللي تشوفوها إدارة برج صدام، فأنا أشكرهم شكر جزيل باسم جريدة الاتحاد وباسمكم وباسم أخي العزيز عريان السيد خلف. أستاذ عريان، أنا حقيقة ما محضر لك أسئلة، وهي الأسئلة والملاحظات هي بنت لحظتها، لأنه ماكو وياك شيء رسمي بحيث أكتب أسئلة، ولا هو حوار صحفي ولا أبدا يعني، بس هو حوار أخوي، حوار ذكريات، سالفة على 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 ناصية الشعر أو على ضفاف الشعر لنقل. فإذا سمحت أن نبدأ مع السيد عريان بالسؤال التقليدي، يعني ولو هو هذا صار تقليدي حقيقة وقديم، من أين بدأت أو كيف بدأت، بس هو شيء لابد من نعتبره شيء بسيط يعني، رأس قلم، وبعدين نرحل مع عريان في رحلة العذوبة ورحلة الشجن ورحلة الحس العالي ورحلة الإبداع ورحلة التميز. أستاذ عريان، لا بأس يعني، أنا قدمت للإخوان أنه أنت بدأت في السنوات الأخيرة من الستينات أو أواسط الستينات، فحبيت أن أعرف تاريخك الشعري، يعني بداية تاريخك الشعري، وفي أي منطقة يعني أنت انحدارت من أي منطقة، وبمن تأثرت آنذاك؟ مساء الخير. بدأ يعني بداياتي، أنا ولدت في عائلة تكاد يعني تكون أكثر أفرادها يعني يهتمون بالشعر إن لم يكونوا شعراء، يعني والدي كان شاعر وشاعر معروف في وقته، وشعراء طبعا كان يكتب الموال والأبوذية وحتى القصيدة. وبيئة المدينة وأجواء المدينة اللي هي قلعة سكر في الغراب هي بيئة شعرية بالأساس، يعني طبيعة الناس وتعاملهم، التعامل اليومي، أجواء المدينة اللي هي أشبه بالريف، الريف المحيط بالمدينة وأجواء يعني أغاني الحصاد، أغاني العمل، طبيعة الأرض، طبيعة الناس، الزوارق اللي تمخر عباب الغراف، هذه الأشياء كلها خلقت شيء في مخيلتي، يعني تركت بصماتها الرائعة على مخيلتي. فكنت يعني نادرا ما أجد لمة لمجموعة من الناس ما يتداولون الشعر، وكانت المضايف في الليل تعج بكثير من الشعراء المغوالين والمهوسين وقراء الغناء، يعني المغنين اللي يقرون الأبوذية، بالإضافة إلى هذا الأعراس والحفلات اللي تصير في المناسبات والطقوس اللي تصير في الأعياد والمناسبات، يعني مثلا الصبايا يرحن إلى أقرب مزار، وكذلك الصبيان أو الشباب يمتطون الخيول، والبنات تتحلى وتلبس أفخر الملابس، ويشكلن كوارث للغناء
تنفرد من المنشدة والباقي يشكلن كورس. هاي الأجواء مجتمعة خلقت حافز للاهتمام بهذا اللون، هذا اللون من الأدب وهو الشعر الشعبي. يعني أني كان والدي من آخر من مكتبته كتاب مثلا لأبي العلاء المعري أو للمتنبي أو لأبي فراس الحمداني وأقرأ له قصيدة كان يذهل وكان يغدق علي بالعطايا ويميزني عن الباقين عن إخواني وعن هذه الأشياء حفرت ظلالها في روحي وبقيت أهتم بهذا اللون بالإضافة إلى هذا تأثير المدرسة. يعني هذه كل خميس أطلع كل خميس أمام القلبة وزملائي الطلاب وأمام المدرسين وأقرأ قصيدة في يوم الخميس، وكنت يعني أتأمل التصفيق والإعجاب اللي كان يعني يقابلوني به زملائي وأساتذتي، وكانت هاي الأشياء تماماً تنطيني فالميزة عن الطلاب وتدفعني أن أحفظ قصائد يعني صعبة مثل ليالي أبو ماضي وأبي القاسم الشافي وغيرهم. يعني كل هاي الأجواء تركت أثرها في روحي. هذه في المرحلة الابتدائية. في المتوسطة بدأت شوية مداركي تنمو، يعني قمت أميز الشعر من الجيد من اللا جيد، وكان عندي دفاتري المدرسية كان أغلبها متروسة نتف شعرية أو أبيات من الأبوذية أو الدارمي أو الموال، حتى أني كنت أعاقب أحيانا من قبل المدرسين أو المعلمين يعني على الشخبطة اللي موجودة بدفاتري. أتذكر مرة أن والدي إجا إلى بغداد يعمل في بغداد ولم نعتد بعده، وكانت والدتي تخاف من الرعد بالشتاء وإحنا صغار، فكانت تلمنا وتنخى يعني تنخى يا علي دخيلك يا علي لما ترعد الدنيا، فإحنا كان يتملكنا خوف وإحنا صغار وشعرنا بفقدان الأب. يعني الأب شقد كان وجوده وبيننا يطمننا ويهدئ روعنا فأتذكر ليلة من هاي الليالي كانت شديدة الرعد، حتى أن أمي كلفتني أن أكتب رسالة بالليل لأبوي. كتبت رسالة وضمنتها بيت أبوذية لحد الآن أتذكرها، أول بيت أبوذية أكتبه. أقول بي لا أحفظ عزيز الروح ومنه ويطارش هاك خذل أحشاي ومنه نلوع من الرعد يا أبوي ومنة تلمنا وتنخى حيدر قوم لي. إذن هذه هي بداية عريان ببيت أبوذية قوي، وأكيد هذا قايله بال يعني في أواسط الستينات، يعني مو أستاذ عريان هذا البيت يا سنة هذه بال يعني تقريبا 58 57 إذا أنا غلطان بال 58، فالبيت هو لحد الآن إحنا بال 98 ما زال قوي، يعني ما زال ب يعني محافظ على روحه ومحافظ على معناه القوي ومحافظ على. فإذا من هنا بدأت رحلة الشعر مع عريان السيد خوف حقيقة. يعني أني شخصيا يعني راح أستذكر بعض حتى أحرك يعني أحرك كوامنا وذكرياته للأستاذ عريان. تعرفت عليه في أواخر الستينات، يعني 67 68 69 بها الحدود، يعني كنا شباب ننشر بالجرائد، ويعني نوباتي حتى بالجرائد يقولوا ان قصائدكم لا تصلح للنشر، يعني شلون هسه احنا مسؤولين صفحات مال شعر والرد على بعض الاخوان اللي استوهم بادين مسيرتهم نقول لهم قصيدتكم. عريان انا بالحقيقه ما لاحظت ردوا عليه، يعني ما لاحظت ردوا عليه قالوا لك قصيدتك لا تصلح للنشر. انا ذاك يعني احكي لكم بال 67، فانا اريد اسال استاذ عريان انه كيف تعامل مع موضوعة النشر مع الإذاعة مع أول قصيدة نشرت إلى، وما هي هاي أول قصيدة؟ بالحقيقة فاتني أن أذكر بعض الطرائف يعني في ذيك الفترة.
في احد المرات كنت راجع من المدرسة، كنت يمكن في الخامس او السادس الابتدائي، وكانن قرويات من الريف يجن يعني بعد ان يسوقن يقعدن في ظلال البيوت يعني ياكلن او يتغدن لان مسافات بعيدة. فاستوقفتني احدى الفتيات القروية وكان يعني غراضها كواراتها مكومة يمها، وقالت لي: خالة تعرف تكتب مكتوب؟ قلت لها: بلي اعرف اكتب مكتوب. قالت: ما تكتب لي مكتوب؟ فرأسا جريت دفتري وشقيت ورقة منه وقعدت يمها هي ترد لي واني اكتب، وعرفت من خلال ردها ان هي عندها حبيب وحبيبها سافر الى بلد عربي وراح حتى يجمع المهر ويجي يخطبها وهكذا، وتحكي بلوعة. وبعد ما انتهيت المكتوب وكانت هي تبكي ترد لي وتبكي واني ابكي وياها، ما اعرف السبب يعني، بعدين يلا عرفت المشكلة. وبالاخير قالت لي: اكتب له هذا البيت: عم دردود الروح ويا عاصف الريح بلكي بمحاري هواية من يصفن الطيح. وهذا بيت مشهور. مرة حدث في احدى يعني القرى القريبة من عندنا ان كان شخص اسمه نعمة، وكانت عنده اخته وحيدة وهو وحيدة وشخص معروف وفارس رائع، وكان عنده مضيف وكانت اخته جميلة جدا، وكان عنده غنم هواية، فيعني الغنم هذا يحتاج لها الى راعي. فاجا سيد اشتغل راعي عنده، السيد عنده بس امه، وكان شاب وسيم لطيف، فيبدو بالصدف صارت ان البنية هذه حبته، حبت السيد الله عليه. فبقوا فترة هناك، الحب ممنوع البوح فيه يعني الكل عشاق ولكن ممنوع ان يقول واحد انه عاشق، والكل عاشقات وممنوع ان تقول انها عاشقة. لذلك اكثرهم يعني هناك عندنا في منطقتنا اكثر النساء يموتن في سن مبكرة لان ما تقدر تبوح بحبها، وتخصب احيانا على زواج قد هي ما تختاره. القصد فحبت هذا الشخص، وبعد ان حبتها بصدق يعني اجوا اولاد عمها ستة، فواحد منهم خطبها، اخوها ما يعرف بالمسألة فانطاهم اياها. فالسيد عرف ان هذه راحت بعد، لم غراضة فراشة وامه عنده بس امه عجوز، خلاها تكرمون على مطية وساد. فهي ما تحملت، شافت هذا طلع عاف الغنم وعاف الجسم، شقت المضيف البواري وطلعت راسها عليهم للديوان، قالت له: نعم اخويا انخاك، ذاك الظعن مت روح الجدح صغير ساعة وتبدل. فهو قالهم التفت على ولد عمه، قالها التفت عليها قالها: ان شاء الله ما تبدل. قالهم: بويا اختي عاشقة تردونها؟ قالوا: لا بويا ما ريت. قالوا: ماذا اعدادكم؟ وركب فرسه ولحق هذا السيد، تعرف السيد عنده جعازة يسمونها تبقى القديمة، شاف هذا خيال وراه وتبكته بشت، فقال: هذا عرف بالشغلة وجاي يقتلني. نزل تبكته، قال له: لا تنزلها، ارجع ارجع انت الليلة على الريس. قال له: شنطي اعطيك امي كل شيء ما عندي. قال له: ملك شغلة تعال. فرجع قسم حلاله ويا بالنص، وزوج اخته، وبقى شهر ولد عمها سطوا عليها بالليل، فهي قعدته شان نايم قعدته، قالت له: هذا حرامي. فطلع وراء طقوش يا لمع كتل، فتقول: راب الجدح ما راب غبره وشفيته، منين جاني البيان انهجم فيه. سن حقيقة الأخ عريان أيضا هو يذكرنا بالواقع الاجتماعي لبلدنا لأجزاء من بلدنا. We'll be right back.
يعني الريف هو جزء عزيز من بلدنا، فيوقع يعني يذكرنا بسلوكيات اجتماعية كانت سائدة آنذاك، يعني التعامل مع المرأة، التعامل مع موضوعة الحب، التعامل مع يعني كثير من الأشياء اللي الآن صارت في طي الذكريات، يعني صارت مثل ما نقول سالفة يعني. فالآن هو السيد عريان حقيقة تحدث لنا عن أحاديث كانت موجودة في الوسط الاجتماعي العراقي. أعود ثانية إلى أخي نعم عريان لي يعني أسئلة عن بداياته مع النشر، بداياته مع الظهور، بداياته مع شلون الجمهور تعرف عليه، كيف بأي وسيلة؟ طبعا أنا بعد ما يعني بعد ما انتقلنا إلى بغداد يعني شفت أنا كنت أكتب قصائد وكنت أخفيها، يعني قصائد بعد لا زالت يعني ما مقتنع بيها، وعلى الطريقة الكلاسيكية، لأن أنا متأثر أساسا بالشاعر الكبير عبد الأمير الفتلاوي، وعبد الأمير الفتلاوي هو شاعر هائل، يعني حتى أن اللغة يطوعها بشكل ما يصدق، ويشتق من المفردة الواحدة عدة مفردات تنطد دلالات أخرى مختلفة. يعني مثال أقرأ لكم منه إذا ما حتى تصير عندكم صورة عنه. قصيدة في مدح الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، يقول: يا بحر الندل بالموج يذهل، يا بحر الندل بالموج يذهل، يا مرباع نجدل يصلح البل، يا دوحة وحدرها كاسر الظل، يا صل من صل بصل من صل بصل، شبل من شبل من شبل مشبل، حيدر على العالي على الكل. أنا وافد من بعيد منزل شتشاي ومهدل تهدل، خرتها من خضر دردش لموصل، مثل ما رحت رديت منشل، ورجعت للكاظم مصول من قبة نور الهنيهل، مكتوب المطلوب همل، إنا فتحنا لك المشكل. هذا التأثر بهذا الشاعر انطاني استعمالات تقريبا يعني المفردة احترمها جدا، وانا اعتقد ان الشسمة المفردة الشعبية الدر في الكتابة، يعني تتشظى الى عدة دلالات والى عدة معاني، يعني ما تموت مفردة، تنبض تظل تنبض الى ان تنتهي القصيدة، وممكن استعمالها في كل مرة. هذه اذا عرفت المفردة واجدت استعمالها. فمن اجيت الى بغداد تفاجأت بظهور المدرسة الحديثة للشعر الشعبي في بداياتها، ولمست ان القصائد اللي هاي الجديدة اللي كان رائدها الاستاذ الكبير الشاعر الكبير مظفر نواب، هذه تختلف اختلاف كلي على ما انكتبهنا. قصائدنا عمودية وتمتاز بالقافية والوزن والايقاع المنبري وغيره، فاستغربت يعني هذه القصائد، ويعني ظليت امامها حائر كيف يكتب الشعر بهالشكل في البداية. وبعد فترات التقيت بنفس الشاعر وبشكل وجل انتهزت فرصة وقلت له: استاذ انا شاعر. هو باوع لي بكل برود، قال: شاعر شعبي او فصيح؟ قلت له: اكتب الفصيح واكتب الشعب. قال: زين اقرأ لي. مديت ايدي الى جيبه وطلعت قصيدة قرأتها، وشنت باوع الى وجهه ما تأثر بشي، انتهيت من القصيدة، وكان هو بس باوع علي هالشكل وانا اقرأ، الى ان حسيت بضآلة موضوعي. يعني خلصت القصيدة؟ قال لي: خلصت. قلت له: قال عندك غيرها؟ قلت له: عندي غيرها. طلعت الاخرى قرأتها ايضا ونفس الحالة. بالاخير طاوعت بوجهه، قال لي: لو تشوف لك شغله غير الشعر هو احسن. يعني تصور يعني بذيك اللحظه يمكن فد شيء نزل، يعني ثقيل نزل على راسي.
وحسيت ان عندي يعني اشعرت بدوار في واحد، وكرهت وبطفر ذيك اللحظه كره شديد في حين كنت احبه لحد الموت. ورجعت ليله كامله لا املك غير الدموع يعني. بعدين سالت قلت اني اكتف زين المقربين مني واصدقائي اذا اثر بيهم، عائلتي جاي اثر بيهم، ابوي عنده ذوق وده يميز الشعر الزين من الشعر المو زين، كيف انا مو شاعر؟ لا انا شاعر. واصريت واكتبت في مناسبه قصيده وكان هو موجود، ولما قريت المقطع الاول من القصيده قام قال لي هسه شعر، وكانت بدايتي مع الشعر. اما اول قصيده لان الاستاذ استاذي وزميلي الاستاذ عادل العرداوي اللي خدم ايضا حركه الشعر الشعبي بكل جداره مشكور عليها، اول قصيده نشرتها اسمها زرعنا اخضر، وما اقدر اوصف لكم فرحتي وهي تطلع باحدى الصحف يعني. قول زرعنا اخضر غشيم القال شحماية وتراد ابو وشلة الدوسر، سناب الضيم يا روح سقيناه دمع احمر، دحنا يا نجوم الليل حاصود الزرع مامر، بعد مامر بعد ما سمع كسريت حرام الليل وتعثر، نذر لو حشر شيلتها لسوي له القلب دفتر، وحط له بكل جعد حلوه لابو حنه وشريط احمر، واقول ايش ما يطير الطير ينزل والوقت يفتر. انا اعتقد هاي القصيده هي بال يعني اذا مو 66 67 نعم في صوت الفلاح، يعني جريده صوت الفلاح كانت تصدر انذاك وبعدين تحولت الى مجلد. وعلى ذكر صوت الفلاح حقيقه يعني ربما راح اسال اخويا الاستاذ عريان بصوت الفلاح وبالاذاعه، يعني خدم الادب الشعبي العراقي شخص حقيقه يفترض بينا ان نذكره باستمرار، يعني شخص كان يقدم برنامج الشعر الشعبي في اذاعه بغداد انذاك اللي هو اسمه ابو ظاري. راح اسال الاستاذ عريان عن علاقته بابو ظاري. أبو ظاري سالم خالص خدم الشعر الشعبي بشكل يعني يمكن له فضل علينا كل احنا. كان يقدم برنامج من الشعر الشعبي وكان يحرر صفحة الشعر الشعبي في جريدة صوت الفلاح وبعض الصحف. كان قصائدي يهتم بها اهتمام خاص وما كنت أعرف السبب يعني، حتى أني لما يذيع قصائدي اقعد يم الراديو انا ابكي على شعري. وانا سوايت هذا اللي اجى معونة الشتاء يقدم طلب رادي يعني يقدم في الطلب المعونة الشتاء حاله ضعيف، فاجى الكاتب باب البلديه قال له ابويا ما تكتب له طلب؟ كتب له طلب هو ما يقرا ويكتب، وراح اخذ الطلب ورجع على كاتب العرايض قال له ابويا ما تقرا لي ايش كتبت فيه؟ فقام يقرا له، هذا يقرا له وهذا يبكي. قال له عمي ليش تبكي؟ قال له انا عايش حالي مبهذل وما ادري بروحي. فكان لما يقرا قصائدي كنت يعني اني اتالم لرقه القائه ولجمال ضبطه للمفرده، ويدق وراها لو داخل حسن لو زور حسين في ذاك الوقت يعني. يعني فشيء، وكان يقدمني تقديم يقول يعني في وقتها كنت شاب، يقول وللشاعر الشاب فلان يقول ويقراها، فالإلقاء رائع وعندي تسجيلات موجودة إلى الآن. فالشاعر هذا كان يعني حتى كان يبحث عنه يدور علينا، احنا بوقتها شباب ومشاغل الحياة ما أخذتنا العمل و يعني علاقاتنا وأشياء كثيرة. كان يبحث عنه وكان بيته منتدى، يعني بيته بليس كان الذكر كان منتدى لكل الشعراء، وللأسف أن بعض فاقدي الضمير من الشعراء أساءوا له في موته في حين احتواهم في بيته وكرمهم وأطعمهم و
ولكن للأسف يعني كل من وحليبه. فهذا الرجل كان يختار وكان يميز القصائد الجيدة من الغير جيدة، وإلى فضل كبير علينا كل احنا. رجل أستاذ مدير مدرسة طيب رائع، عنده ابنه في الأول أو الثاني متوسط كأنه طير ذهب. بعد ما توفى هو في ذبحة صدرية، بعد سنة بالضبط مات ابنه ورا وهو لم يتجاوز الثانية عشر. فيعني ترك فد أثر جدا كبير في روحنا، وإلى فضل علينا نذكر دائما ما زلنا أحياء. شكرا جزيلا لهذا الاستذكار ولهذا الوفاء. أكرر النداء للأستاذ الفنان كريم منصور، إذا كان جاي فأهلا وسهلا. أنا ما أشوف لأنه ظلام ترق قبالي، هاي البروجيكتر ما يخليني أشوف، ما وجد. فلذلك إذا كان موجود فيعني الكرسي ماله ما زال شغل، وإذا ما موجود إحنا نستمر في حوارنا مع الأستاذ عريان. فاتني أن أرحب بإخواني الأعزاء، مجموعة طيبة من الشعراء الشعبيين الموجودين بيناتنا هنا في هذا المنتدى أو هذه الحدائق الغناء، اللي هم قسم بيهم من بغداد وقسم آخر من أماكن بعيدة عزيزة، أماكن عراقية من الناصرية ومن الشفرة ومن حلة ومن الكوت ومن السماوة ومن النجف ومن كربلاء ومن كل بقعة عراقية طيبة مقدسة. أهلا وسهلا بهم في بغداد، أهلا بجيتهم. أعود إلى عريان السيد خلف. لا شك أنتم تسألون عن قصيدة هي قديمة الآن صارت، ولكن مشهورة، يعني مشهورة يعني شهرة عالية وواسعة. فأطلب من أخي الأستاذ عريان أن يحدثنا عن ظروف قصيدة رد ردي. والله هي يعني ظروفها ظروف كأي حالة، يعني كحالة إنسانية. طبعا ما ندخل في تفاصيلها لأن قصيدة قديمة وتفاصيلها أيضا قديمة، ولكن هاي القصيدة لأنها عفوية ولأنها بسيطة ومفرداتها سهلة اشتهرت بشكل يعني واسع. حتى أني في إحدى المرات في الجامعة المستنصرية أعتقد كنت أقرأ قصيدة اسمها قبل ليلة، وبعد أن انتهيت قاموا الطلبة والطالبات يصاحوا ردي ردي، قلت لهم والله ما حافظها، فطلعوا لي إياها. يمكن 50 واحد طلعوا لي ورقة كاتبيها. فالقصيدة يعني لها هذا الانتشار. القصيدة يعني ما فيها بناء فني كبير، إلا أن ما خلاها تشتهر هو عفويتها، هي بساطتها، يعني سهولتها الممتنعة، والشعر اللي يكون سهل وممتنع يكون وقع في قلوب الناس أكثر من الشعر المرمز أو الشعر اللي بي مثلا بي يعني بي تزويق وبي تعب. فهذا أعتقد هو السبب الوحيد اللي خلاته. إذن ما راح أحرج الأخوي عريان وأقول يقرأ لكم فد شيء منها، يعني ربما راح أسأل سؤال آخر. يعني هو ذكر قبل شوية الشعر المنوق المنمق والشعر البي حداثة والشعر المرمز، ما أدري يعني أنا حقيقة بودي أن أسأل الأخ عريان يعني وجهة نظره في كيفية وصول القصيدة إلى سامعها. يعني ما هو مطلوب من الشاعر، يعني ما هو شلون نوصل هذا الجمهور اللي أمامنا بحيث نخليهم كلهم يرتاحون عندما تقرأ قصيدة معينة مثلا؟ يعني ما هي وجهة نظرة بالاتجاه؟ قبل كل شيء يعني أنا في رأيي، ما أدري أما الآخرين ما أعرف، أنا أحكي عن نفسي، القصيدة إن لم تؤثر بصاحبها ما تأثر بالناس. يعني إذا ما تأثر بيك أنت اللي تكتبها المنتج مالها بحيث يعني تمرمرك، إذا كانت فيها دراما مثل ما يسموها، يلا تقدر، لأن أنت جزء من الناس، مشاعرك هي مشاعر الآخرين، أنت من مجتمع يحس
ويعاني ويتألم ويفرح، ويعني انت واحد منا. فاذا قصيدتك اثرت بيك اولا، يعني انت اول ما تطلع منك اذا تاثرت بيها هي قول وصلت للناس، وصلت للاخرين. وانا ليالي يعني ما اكفيكم، انا يعني في زواجي الاول تزوجت امراه ريفيه جابيه، يعني ما اعرفها، والدي كان والدي سلطه يعني علي. ف يعني انا في وقتها كلش مهتم بالشعر، بحيث انا بليله زفافي يعني بليله دخلتي قعدت قبال الميز التواليات وقمت اكتب واحكي وحدي وما ادري شنو، التفتت العروس مهزومه. فسالتهم قلت لهم مين؟ قالت هاي طلعت تركض، قالت هذا مسودم. فيعني اللي ينسى عروسه في ليله الزفافه هذا ايش قد شغلته يعني. هذا يدلل على يعني هذا التلاحم المتماسك بين الشاعر والشعر، بين الشاعر والقصيدة، بين الشاعر والموضوع. وهذا اللي خلى عريان السيد خلف يتألق وينجح، ويخليكم بهاي الأمسية تحضرون وتوقفون، مع الأسف يعني واقفين، بس عريان السيد خلف يستاهل أن واحد يوقف له ويسمع له. يبدو أن الأخ المطرب كريم منصور حسب الورقة اللي وردتني الآن مشغول بحفل لوفد المغتربين العراقيين حاليا، يعني في الوقت اللي احنا بدنا نعقد هاي الندوة هو مشغول في حفل آخر. ومن حسن الصدف أن يتواجد بيننا الفنان المطرب طارق الزين ليشارك شاعرنا الكبير بمواويل وأشعار. أدعو أخي العزيز طارق الزين إلى حيث المنصة. السلام عليكم. أهلا وسهلا بالأخ طارق. نافض أستاذ طارق. يعني صدفة جميلة أن يكون بيناتنا أبو زياد، وأني متأكد يعني أن فاتنا نرحب بكثير من الأخوان يعني الفنانين موجودين ترى بيناتنا، أيضا ملحنين وطلبة أكاديمية فنون جميلة وطلبة معهد فنون جميلة، ويعني على مطربين أيضا شباب، يعني أرحب بهم أجمل ترحيب، وأرحب بكل الفئات الموجودة حقيقة كلهم، يعني المعروفين وغير المعروفين، يعني حتى لا أنحاز إلى جماعة الوسط الفني. احنا راح نخلي الاستاذ عريان يسمعكم في مقطوعة شعرية معينة، وبعدين راح ندار على الاستاذ ابو زياد ايضا شوف شنو عنده يمتعنا، ونرجع على الاستاذ عريان، وبعدين راح افسح المجال لكم ايضا يعني تناقشوا او تحاوروا او تسألوا، والميكروفون موجود هذا يعني بهالجهة، يعني حتى ما تتعبون. حقيقة القصائد عريان وشعر عريان يعني هالفترة اللي هي أكثر من 30 سنة هي بحر متلاطم، يعني بحر زاخر. فأني يعني كل قصائده بالنسبة لي حلوات، يعني أنا كقارئ أكو عندها قصيدة قديمة حقيقة أنا ناشر لها في جريدة الراصد. تكعود إن شاف العطش بي وعلى المامش غروش الجود، ألوذ أنا لوذ بشيمة العقول، واصعد على الآه صعود ومراوح يا عمر جفاك، جرحي يصيح وجرحي يهود، وتنيتك وانت ميت شوق ظن على اليموت يعود. أتاني الود يا دمعة عين طاحت وشرد هردود، وش عز الدمع بالعين لو شح ساعة المنقود، دخليلي على بالك طيف لو عادت ايامي يعود، وخليلي ويدمك شوق من شوق البلايا حدود، ومحالل بعيد وشريت فيهن والعمر معدود، ومو ندم الغزال تطيح صيدة بشبشة الصايود،
لا تشن يا العزيز الحيف عالصايد يقع مصيود. لو ذيك الليالي تعود، لو ذيك الليالي تعود، ولو شطنا الجزر يومين خنياب ويرد صهود، كنت اصرخ يا شط الطيب ما تغسل قلوب السود، وتشلب على سور الغيظ لو باب العتب مسدود، وقبالك وفك الروح من حبل الوفا المعقود، وتكتر ولك دنياك خل تنقص دخل تزود، وتصبر يا قلب نعيش تذكرهم وقل لك هود، دنياتك نحيسة عين والوادم خلية جود، وصوابك ترى صوابك يا جرح الاخ كل اخ تلكش ما يزود، يا معتب هضيم عليك تحصد باثة المحصود، وتعتب والعتب مدفون جثة التم عليها الدود، جثة التم عليها الدود. احسنت ابو خلدون العزيز، احسنت. احنا بهالمناسبة ايضا و يعني من باب المحبة قبل الدعاية الى الاستاذ عريان اللي هو غني عن التعريف وغني عن الدعاية، نسينا نعرج بالحديث او ربما يأتي سؤال، هو مصدر مجموعتين يعني من الشعر سابقا في يعني قبل ست مجاميع، اخر مجموعة انا بدي اتكلم عن اخر مجموعة بالحقيقة، وراح اترك الحديث الى يحدثكم عن هالمنوال. يعني يفترض اليوم احنا محتفلين بعريان، ولكن ايضا يجب ان نحتفل بتل الورد ديوان الشاعر عريان السيد خلف. هذا تل الورد، تل الشعر وتل العذوبة وتل الشجن وتل الحزن وتل الفرح وتل كل ما هو عذب. ادعوكم وليكن من باب الدعاية ان تقتنوا تل الورد. قبل ان اتوجه الى طارق راح اتجاوز عليه شوية، يحدثنا استاذ عريان عن دواوين اللي يعني صدرها من البداية الى النهاية، نهاية تل الورد، وشوية هم يحكي لكم عن تل الورد. وربما راح تسألون تقولون وين هذا تل الورد بالسوق ما موجود، وين هو؟ ايضا راح يقول وين. طبعا انا اصدرت ست مجاميع شعرية، 74 75 كان القمر والديرة، في 76 اصدر الديوان قبل ليلة، في 78 اصدر الديوان طبع خارج العراق، طبعا اوراق ومواسم، بعدها في عمان سنة 1995 شفاعات الوجد مجموعة مشتركة مع مظفر النواب والشاعر كاظم اسماعيل قاضي. بال96 صدرت لي مجموعة في لندن اصدرها النادي العربي البريطاني، وهي صياد الهموم، وكتب مقدمتها الشاعر الكبير مظفر النواب. وتل الورد هو اخر هذه المجاميع، يعني حديثا صدر. تل الورد يحتوي على قصائد، يعني القصائد كانت منشورة وغير منشورة، ويعني تعمدت أن أدخلها حتى أبقى على الخيط، يعني على الوتيرة اللي يحتاجها القارئ. بعض القصائد نزلتها ولو قديمة يعني، وأغلب القصائد هي جديدة، وبه قصيدتي يعني بيهم إيش اسمه تدوير، وسميتهم الهذيان، يعني فيهن هذيان. وهذه القصائد يعني هي امامكم، ما اريد اتحدث عنها، يعني لو استعاريتوا المجموعة او اصلتوا عليها ممكن تشوفون الفرق، لان هي اعتقد يعني انا قسمت مراحل كتابتي الى مراحل متعددة، ثلاث مراحل، المرحلة الاولى العفوية، والمرحلة الثانية اللي أكثر وعياً، والمرحلة الثالثة اللي أحس فيها بداية اكتمال لأدواتي، يعني التمكن من أداتي الشعرية.
أتمنى تعجبكم يعني. إذن على ذكر تل الورد، يعني أرجو من الأخ الأستاذ عريان أن يسمعكم ولو مقطع من تل الورد، يعني في أي من أي قصيدة، يعني حتى لو مقطع صغير يعني من تل الورد، باعتبارها هي استوها صادرة جديدة. على طولك الشعن، على طولك الشعن، وصيح بي الصوت، أنا بطرق النفس بين الحياة والموت، واسرب نبض دم شهقة الزردوم، حب تالي العمر علته من البسكوت، يا شايل حلاوة خوف الاحتياثات، ومحمل سحر ضحكة بنات بيوت، يا مايع طرافة هيب من أحويك، خاف أصعب عليك وخاف بيد تموت، هل قد ما تلح راج الثمر بالعود، واحمر على شفافك قبل وقت التوت، يا معود دخيلك والقلب شي يصير من تقطع بتوتة، منين أجيب بتوتة؟ تسلم. حتى يرتاح عريان السيد خلف لدقائق يعني، ويستجمع ذاكرته، ولو هي ذاكرته قوية وندية إن شاء الله، يعني أحاور أخوي العزيز طارق الزين أبو زياد اللي خف وملان الكرسي الفارغ، يعني الكرسي اللي احنا كنا نصور كريم منصور، بس معذور كريم، بس إن شاء الله الزود والخير بالأخ أبو زياد. اهلا وسهلا بالاخ طارق الزين، وراح اسال اني سؤال. يا طارق، رايك بالشاعر عريان السيد خلف؟ طبعا في البدايه اسمحوا لي ان ابتشر في داخلي ان التقي هذا اللقاء الجميل، واللي يعتبر لقاء موثق في حياتي الفنيه، ان التقي بشاعر كبير ومدرسه في الشعر الشعب العراقي اللي هو عريان السيد خلف. وشكرا لأخ عادل العرداوي، وشكرا لكم. الحقيقة شمردة تعبر عن الأخ عريان سيد خلف، يكفي إنه علم في الشعر العراقي الشعبي، هذه يمكن مو كفاية، ولكن يمكن المعنى في قلب الشاعر، ولكن في المعنى في قلبي أيضا. فعمره طويل إن شاء الله، وراح يسمعنا أكثر ويبدع أكثر، وشكرا لكم مرة ثانية. شكرا يا أبو زياد، شكرا يا طارق. إحنا يعني حقيقة أنت مطرب ومذواق أكيد، هل غنيت لعريان السيد خلف، او هل راح تحاول تغني له، او ما هو رايك بشعر عريان السيد خلف، الشعر الغنائي، ولو هو قصائده كلها غنائيه، يعني اخذ اي قصيده هسه من قصائد عريان حقيقه، يعني الملحن الجيد الممتاز يقدر يلحنها ويسوي اغنيه، بس هو عنده شعر غنائي يعني غير القصائد. يعني سؤالي، رايك بشعر عريان، وهل راح تخوض فد محاوله مشتركه ويا استاذ عريان، او بعدك بالطريق، او هاي اول مره تلتقون معه؟ يعني هي ربما صدفه تلعب دور ايضا. الحقيقه هي الاخ عريان السيد خلف اكثر المطربين العراقيين بالذات يغنون الى عريان السيد خلف بدون ان ياخذون موافقته، يعني اكثرهم يسرقون الكلام هو بدون علمه، واني واحد من عندهم. فاني حرام الشعر لعريان السيد خلف، ويا ريت انه احفظ كل الشعر اللي كتب عريان السيد خلف، ولكن اني يمكن راح افاجئكم، ولو هي قصيده قديمه مثل ما طلبتوها انتم، اللي هي رد ردي، راح اغنيها لكم. وللاسف او حبيت ان يكون اليوم ماكو فد اله موسيقيه، لان هي الدعوه كانت ما موجهه لي، فراح اسمعكم على الطبيعه اللي هي بدون رتوش، يعني بدون اله موسيقيه، وان شاء الله يعجبكم الصوت. أنا ولا أقدم وأخر في الكلام، على ردي ردي. ردي ردي خيبة، ردي ردي يا ضعم، شت عن هلا وحداي، غربة البيه تحدي، ردي يا ضعم، شت عن هلا وحداي، غربة البيح تحدي، ردي مليت الصبر ومقاطر الدمع على خدي بويا، ردي انا خلاني الوقت
ناعور بس ترس وبدي ردي مليت الصبر بيوم قافر الدمع على خدي بوي يا بوي ردي 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 خيبة ردي بويا غلست عن الجلت والقال قمت اسمع وعدي والله جامل وجزع له قصتي علي وبتزدي. شكرا شكرا لكم اعذروني. شكرا لك طارق، يعني حقيقة يعني تمنينا عندك آلة موسيقية بس هو صوتك عوض عن الآلة الموسيقية. أعود للأستاذ عريان وربما أعود إلى الأخ طارق ثانية، يعني يعني راح أسأل الأخ عريان أسئلة هي أقرب إلى الصحفية، يعني راح أسأل وأريد منه إجابة سريعة، يعني راح أسأل يعني المطربين اللي غنوا له هل هو راضي عنهم، يعني راضي عن أدائهم، راضي يعني وصلوا القصيدة إلى المستمع مثل ما يريد هو مثلا؟ بالحقيقة يعني أنا عانيت من هاي الحالة كثيرا، يعني أكثر المغنين أو المطربين غنوا لي ودخلوا قسم منهم الإذاعة في نصوصي وهي يعني فتحالة جميلة. غناني الأستاذ الفنان سعدون جابر تلولحي وعين عيني وهذا كان، والفنان حميد منصور غنى توصيني وتردون والله، وكذلك قحطان العطار كل أغانية تقريبا، وفؤاد سالم تقريبا كل أغانية، و يعني فاضل عواد أيضا غنى روح بيده، ويعني كثير من المطربين ما المرحوم رياض أحمد أيضا أول أغنية دخل بها الإذاعة اسمها لهفة، وكاسيته الأخير كان يحمل أكثر الأبوذية وبعض الموالات ومنها واضح بعد ما يحتاج تتعذر، وفازت إحدى أغانيه اللي شارك بها العراق في مهرجان الأغنية العربية في البحرين، وأكل الجمل بما حمل طبعا. المهم غناها اعتقد مضر محمد ولحنها حسن الشكرتي، طبعا الملحنين اكثرهم اللي لحنوا لي الاستاذ محسن فرحان والاستاذ كمال السيد والاستاذ طالب القرغولي، واخر المطربين هو الاخ المطرب الرائع عبد فلك والفنان ضيف الامسية اليوم كريم منصور، ومنها بطلت بعد ما اكتب اغنية لان بصراحة يعني اكو عدم وفاء، يعني اكو عدم وفاء للأسف عند بعض اخوان، يعني وفاء شنو هي مو الحالة المادية، ولكن يعني انا يحس في نفسي ان يطلع مطرب على شاشة التلفزيون او في لقاء ويذكر الاغاني بدون ان يذكر منو كتبه، يعني هذه الامانة الفنية يجب ان يقول مثلا فلان. هسه ما لازم حقوقها ما لازم، يعني اتذكر احد المطربين ولو اطيل عليكم كان سابقا مطربين يروحون للاهواز اذاعة الاهواز يغنون يعني قبل بالسبعينات، فمطرب شعبي راح استضافوه وصديقي المطرب استضافوه هناك، فدا اسمع مصادفة استضافته عبر الراديو، فدا يسأل المذيع غنى ابو ذية وبعدين غنى قصيدة اللي حن عني اسمها، فقال له الله هاي عظيمة هاي الاغنية حلوة هاي لمن كلمات من، قال له والله كلماتي والحان، فانا صادف بعد فترة شفته بالاذاعة لزمته
قلت له للأمانة الفنية كان تذكر اسمي، ليش تقول كلماتي وألحاني؟ قال يا سيد أنا عايش من الله ومن جدك. قلت له روح. طبعا استاذ عريان حافظ من ذني بالعشرات وبالمئات يعني، بس هو يعني المقام يطول بذني حقيقة. بودي ان اسمع او يسمعكم استاذ عريان ثلاثة ابيات ابوذية لعريان السيد خلف. اقول في غناء اعتقد رياض الله يرحمه، اقول حلفت بالرسالة والديانة، شنو ذنب الجنيته والديانة لو ان تنشد شودك والديانة اشوفك واللي يصير يصير بي. اكو بيت كان ردا على فتاة الحي شاعرة لا اعرف اسمها ولا شكلها، ولا كانت تكتب تقول ولا عباك قلب من زغر سنك ولا عباك وغذاي برشفة شفافك ولا عباك بخت عندي عرفت امرك ولا عباك وعرفت شلون ناوع للردية. فكتبت لها قلت لها ولا عباك ترف قلب على طاريك ولا عباك يا زاكي المنشش الثوبك ولا عباك طيش الناس من تلعب ولعبك لعب مزيون خالي من الردية. بيت اخر اقول بي من يبينا ندو نجبر خواطر من يبينا وسر موجر بقلبي من يبينا اذا مر انتخينا من يبينا نهد العالية بعلو الثريا. على ذكر الأبوذية يعني حقيقة هذا يعني فن من فنون الأدب الشعبي الكبيرة والعملاقة، راح ننتقل إلى الأخ طارق الزين. طارق الزين بالحقيقة محضر لكم مواويل، يعني لأنه الموال هو قريب على الأبوذية يعني ابن عم الأبوذية. نعم طارق، فأترك الميكروفون ويا طارق وبعض المواويل الشعبية. أنا راح أبديها ولو الأخ عادل بداها يعني بالمواويل، بس راح أبديها بالأبودية. هذا بيت الأبودية اللي سمعته من الأخ أبو خلدون الأستاذ عريان اللي هو لحد أعمامه، لأن الحمد لله العائلة متمكنة من الكلام الطيب والنظيف. أنا راح أغنيه والموضوع مال هذا البيت الشعر موجود عند أبو خلدون، فراح يشرح لكم الأسباب. هل تكلم من عبيدك هلغاتي تكلم من عبيدك وهاي هذا الهوى اليسري هذا الهوى اليسري من عبيدك هذا الهوى اليسري من عبيدك انا سيدك ورد صيرا من عبيدك ولو دل على اسم الهاشمي ويلي. شكرا لكم. اكملنا الموضوع السابق حبيب. طبعا هذا البيت السيد بطيخ الياسري الله يرحمه. السيد كان يعني تعرفون عندهم يعني بالبيت يسموهم يعني كل احنا عبيد الله يعني. بس احدى يعني اللي يشتغلن بالبيت كانت شوية عليها محاسن، يعني شكلها جميل رغم سمارها ورغم. فالسيد عمره بحدود 80 سنة وكان متزوج 4 نساء
لما يطلع للزرع، هو خو ما يشتغل بالزرع، بس يطلع هيك تتدمر رجليه طين هذه، ومن يرجع للبيت هي تتلقى تسوي له مي حار تخسر رجليه. واول ما يقبل تقول له هلا غالي، صوتها جميل جدا بحيث هو مكيف على هاي هلا غالي. فقام حتى اذا ما تتدمر رجليه يدمرهن ويجي للبيت. ف تعرف نساء يعني شافن الشغله مو زينه، لزمنها كتلنها بالبيت هو ما موجود، قال لها بعد مال الشغله بالسيد لا تلقيه ولا تجيبي له ماي ولا شنو جايه. فهذه خافت، اجى السيد رجليه مدمره، وهذه لا مرت عليه لا هلغاتي لا ماي لا، ظل قاعد. فاتت مرتين ثلاثه زعلانه، راتها تسيله راتها تحاشي ماكو. فاتت النوب قالها، هو قالها قالها هلا غادي هلا غادي، تكلم من عبيدك وهذا الهوى اليسري، من عبيدك غاتك ورد صيرا من عبيدك ولو ذل على اسم الهاشمي. الله حسن. استاذ عليان راح ارجع لك انا الحقيقه على ذكر الابوذيه، يعني بصفها الدارمي ايضا هذا حبيب العراقيين بالحقيقه، يعني كلهم حافظيه وكلهم يحبوه. ليش الدارمي محبوب اخوان؟ يعني ما اردع اعرف كثير، بس هو هذا يسموه السهل الممتنع، يعني هو بيتين صدر وعجز فقط، قصه كامله بي. يعني أسبق أخوي عريان حافظ بيت آني، ربما هو أنا أعتقده هو قوي، فراح أقرأ لكم إياه لشاعر من الديوانية ما أعرف آني. هذا راح يسفه من يقول الصبر مفتاح الفرج، يعني مو واحد من يضوج عليه يعني الأيام يقول الصبر مفتاح الفرج. شوف إيش راح يقول هذا الشاعر، يعني راح يضرب راجلي بذاكرة هذا صاحب الرأي. يقول أسمع بنص الليل حس واحد يصيح، أسمع بنص الليل حس واحد يصيح، الصبر خلصناه وين المفاتيح. إذا ماكو هاي مورفين، هاي مال مفتاح الصبر مفتاح الفرج، ما له صحة يعني. أترك الميكروفون مع أخي العزيز عريان وفي روضة الدارمي. الدارميات مالته طبعا، الدارمي لون يعني من اجمل الالوان، حتى انه يسمى بشعر البنات لان بيه تركيز وبيه اختزال للمعاني. يعني هل صدر وعجز ينطيك ما تعطيه قصيده. واعتقد يعني لو اقرا لكم كثير منها، والى قصص جميله جدا. يعني في منطقتنا هناك في الغراف واحد يحب له وحده وما ينطوه اياه، واتفقوا ان يطلبون من فد هناك فد مقام اسمه برايات، فيرحون يطلبون نذر بلكي يوافقون اهلها. فهي ومجموعه من الصبايا تمشي، وهو ايضا راكب فرس ويا مجموعه من الشباب، فيمشون وراها. اقبل على برايات هي قدامه، فصاح هنا يا برايات جدتك عنيده، اسمها عنيدة، هنا يا ابو الرايات جدتك عنيدة، كونك من اهل البيت تطهر تريد. هذه يعني شوف الاختزال للمعاني دي. اكو بيت دارمي يقول يعني احداهن يقال انها شارفت على الموت، واخذوا جابوا لها الاطباء، حتى ان الاطباء قالوا ما لها شارة يعني، وقبلوها على القبلة، وهذا طقت روحه لازم يشوفها، فدخل عليها، فلما سمعت صوته قالت لهم قعدوني، قعدوها خلوا مخاد وراها وقعدوها. قالت له لا تجيب له راس دار خو، تدري بي تسوى 12 دكتور طبتك علي. طبعا انا سمعت من الزميل الشاعر كامل السواري وهو الان موجود بيناتكم، ارحب به باسمكم، فدبيت ما اعرف الا او
يعني نقلا عنه يقول: صرت انا حي الطين، صرت انا حي الطين ساسه بوسط ماي، صرت انا حي الطين ساسه بوسط ماي، انثلم بس ما طيح ومدوخ اعدائي. أنا قايل يعني أبيات الدارمي أيضا أقرأ لكم منها. أقول: سر سر وابتلي من أحجيه، ومن أسكتي شيع حصتي وعلي تلسامه والشامتي يبيع، سر موجر بقلبي من يبينا. قرأت لكم البيت ماله. أكو بيت آخر دارمي يقول: والحجر والحجوه والحج والاحرام، انسى لك وننساك وفره من الاسلام. الثاني تقول: تقول حرمه وحتى الصوت باسمك فلا صيح، دمعتي بطرف العين بس سرمش تطيح. الشاعر يعرب الزويدي يقول: مزنا ولبكها الريح، شوف التجسيد شوف الصوره، مزنا ولبكها الريح عين تهمل طل من ريت على هواي ما برفم يظل. بيت اخر يعني هو كثير الدارمي وغزير جدا بس اللي يحضرني منه تقول: طبعا هذه ما تاخذ حبيبها ويزوجوها قسرا يعني من شخص اخر ويصير عندها ولد، حبيبها اسمه حسين فتسمي ابنها حسين ويلعب ويا الاطفال، تقعد هي بالباب تصيح كل ساعه تصيح حسين، ترتاح بهاي التسميه. فيفوت حسين تقول له: حرمه وحتى الصوت، ما نقدر نسميك، اسمك شد هبال نتونس بطرواك بحلوق الاجهال. احسنت يا ابو خلدون. ما ادري ابو زياد يعني تسمعنا المواويل لو نرجع على ال موسيقية يمكن الكم يصير. احنا يعني بعدين انا افتح لكم مجال فدي شويه بس نسمع المواويل يعني حتى لا تقولوا نخاف عندكم كلام او اسئله للاستاذ عريان، يعني مفتوح المجال لكم جميعا، يعني هاي القعده الحلوه ان شاء الله تتمتعون بها واحنا ايضا متمتعين معكم، ووجود الاستاذ عريان والاستاذ طارق ايضا يمتعنا اكثر. انا راح اسال الاخ عريان الى ان تجي الاله الموسيقيه اللي يبدو الاستاذ طارق يريد يعزف عليها يعني، او عازف موجود يبدو، نامل بالاخ العازف ان يجينا لا يتعطل. نعم استاذ عريان، انا يعني راح اسالك اسئله واريد منك جواب سريع يعني زي البرقيه يعني. نعم رأيك بالآتي: الشاعر الحاج زاير من أبدع شعراء جيله، يعني حتى أن أحد المستشرقين جان بيرك تحدث عنه، يعني شاعر هائل وكان من أقسى الناس في الهجاء ومن أروع الناس في تصوير الذات، حتى أن حينما سئل كيف أصبحت شاعرا قال: هزن الهوى بكل حيلة لان شاعر مسويني. رأيك وبشكل موجز بمظفر النواب من أبدع الشعراء العراقيين والعرب عموما، وهو رائد المدرسة الحديثة للشعر الشعبي، و يعني أنا أحتار من أقرأ قصائد. يقول: خايف لا يجيني فراق ويبوقك، انا خايف لا يجيني فراق ويبوقك، امس باقوك نشدوني على وصافك، حرت راويتهم قلبي وقلت يرغم علي مفتاح، يا هلبة تجي وترتاح، يا هلبة تجي وترتاح، وجوت لك مختي وانطر الشباك، واقعد لك على فراش العرس، وجوت لك مخدتي وانطر الشباك يجيبك، وانت عرس الليل والقداح،
واقعد لك على فراش العرس بطرق المسج والنوم، واغمض عود اجيسك بالحلم تاخذني زخة لوم، واقول لك ليش وازية العمر يا فلان يا فلان، العمر يشقر ولك يا فلان. استاذ عريان، يعني كيف وجدت المتنبي؟ المتنبي يعني شنو؟ ايش تحدث عنه الانسان؟ بحر متلاطم من الشعر ومن البلاغه ومن التنبؤ. المتنبي يقول: اذا نظرت قلبا خليا من الهوى تقول له كن عاشقا فيكون. سم. كيف وجدت الجواهري؟ الجواهري من ابرز شعراء عصره وكل الاجيال، هو شاعرها المتميز. والجواهري هو من قال قصائد وطنية ووجدانية وإنسانية، امتلكت حضور هائل ولا يحضرني يعني منها إلا نتف يعني قليل من الأبيات. يعني منها يقول: أرح ركابك من أين ومن عثري، كفاك جيلان محمولا على قدري. أستاذ أبو خلدون، رأيك بداخل حسن؟ تسأل عن الروعة، والروعة لا تحتاج إلى مديح. يعني داخل حسن الصوت الشجي العراقي الأصيل اللي يحمل كل طيبة الجنوب وكل روعة العراق وكل صدق المشاعر. كيف تتعامل مع فيروز؟ يعني فيروز صباحا تدخل السرور إلى قلوبنا، ولكن يعني احيانا يعني هاي الاشياء اللي جديده عندها، ما مو مثل قديمه. يعني الان يعني تختلف، يعني عاصر رحباني والرحابنة افضل مما يعني اجت الحان طارق. طارق كان اقل منهم نبوغا في معرفه صوت فيروز وطاقته. ثلاث شعراء من جيلك، من هم انت يعني تقرأ لهم ترتاح لهم تعدهم شعراء من وجهة نظر عريان وليس من وجهة نظر الاخرين؟ الشاعر علي الشيباني والشاعر كاظم اسماعيل القاطع عندما يكتب القصيدة والأستاذ مظفر نور. نعم. أستاذ أبو خلدون، يعني المطربين العراقيين، من هو الأقرب إلى الشعر وتفهم الشعر في من وجهة نظرك؟ يعني سواء مع شعرك أو مع شعر غيرك. المرحوم الفنان رياض أحمد. رياض أحمد صوت هائل وقريب جدا من عندنا ومن روحنا، ولكن أما المطربين الآن يعني هو الأخ بيكون موجود ايضا، يعني من باب المجاملة وباب الاخوة والصداقة. طارق الزيان يحمل كثير من مواصفات القرب الى ارواحنا، ولكن الفنان كريم منصور هو اجدى صوت احس. انا بالحقيقة دا اقدم لكم فد من خلال هاي الحوارات فد بانوراما عن يعني عن خلفية عريان السيد خلف، عن ثقافته، عن قراءاته. أستاذ عريان، شو تحب من القراءات؟ ايش تقرأ؟ والله أنا أقرأ الشعر، يعني الشعر القديم، وأقرأ أحيانا الرواية، يعني الروايات ضرورية، يعني هي القراءة إدامة لوجود الإنسان، لذاكرته، لوعيه، فأقرأ كثير من الكتب. الآن أقرأ كتب تاريخية وكتب بلاغية. يعني أنا استغربت، يعني في أحد المرات سئلت يعني من أحد شعراء الشباب، هو كاتب شاعر شاب، كان يسألني شنو مطقة ام عريف. يعني هاي المفردة اعرف مطقة شنو، يعني نستعملها ونتداولها، لا تمطق او دامطق مثلا، نقول يمطق يعني كلمة معروفة واضحة.
فهو ادعى ان ما يعرفها، فقلت ارجع للقواميس. رجعت الى الزمخشري لقيت مطقة او مطقة، اي تناول الاكل باطراف الفم، فاذا هي فصحى اصلا. فيعني قمت ابحث يعني الفترة الاخيرة قمت ابحث عن معاني الكلمات والمفردات الشعبية، احاول ان اجد لها يعني اساس. استاذ عريان، ماذا قلت للوطن؟ يا وطن الموشوم بالقنابل، يا وطن الموشوم بالقنابل، يا وطن الأيتام والأرامل، يا وطن المقتول والمقاتل، انزف صبر يا وطن، بيا لك مية جرح، كل ما يهيد الألم بجروح حذر الملح، أفديك يا وطني لو ميت مرة انذبح، واشرب نخب هيبتك من المساء للصبح، غيرك جرح ما إلي ومثلك محب ما يصح، يا رمح بضمايري لا خطى ولا صابني، قلبي على وطني، قلبي على وطني، ويرشفة الفنجان وبكل تحية صبح من حائط الجيران، لو ما انت يا وطني ما كان كل ما كان، من غير أرض وأهل ما قيمة الإنسان، بس يا خسارة الأهل من حط رحال الجمل، وياك علو الجبل ولرخص عليك أجنبي تتخضع وتنحني، قلبي على وطني. أحسنت، أحسنت أخي الشاعر عريان السيد خلف، أحسنت وأجدت. حتى يرتاح أستاذ عريان راح يعني نعود إلى طارق وبعدين أفسح المجال لكم. طارق زين عنده مواويل راح يسمعكم أيضا، نحن يعني نستمع وياكم إلى مواويل إن شاء الله تعجبكم. من سيدنا آدم بويا، ومن زمن جدتنا حواء، عمي واحنا واحد ميت سودا من يشوف خدود حلوة، من زمن سيدنا آدم ومن زمن جدتنا حواء، ويا واحنا واحد ما يتجنن من يشوف خدود حلو، يا ملا وين الصخور ويا يا ملا وين، يا ملا وين الصخور ويا مصدنا طيور شلوى، ويا ولا كان احنا قدام الحبيب نذوب وما كان عندنا قوة، اه يا خزر العيون يفك عليك الباب قوة، اه يا خزر العيون يفك عليك الباب قوة، واه يا شوق الزلف علمتن شوفي تلوى، عم كلها والبطران يسأل بالله شلون فلان يهوى، تدللي روحي قدامك حديقة يلوق لك بيها الدلال، تدللي روحي قدامك حديقة يلوق لك بيها الدلال، وتمايل يا عود القرنفل يا بصراوي الشتال، ويش ما ردت ابعد وسافر عيون اشتق لي تعال، انا اش ما ردت ابعد وسافر عيونك تقول لي تعال، ما ادري شنه اللي بيها عينك يمكن دموع الزلال، عمي لانت شجرة ولانت ثمرة ولانت لون البرتقال، هواية بالروح السوالف، هواية بالروح السوالف، وردت الى النسوال
عم قاع البصرة ملحم نيل هذا الجمال بويا يا بويا اوف اوف يا ويل قلبي. شكرا لكم. شكرا جزيلا للأستاذ والفنان الملحن والمطرب طارق الزين. أنا راح أسأل الأخ عريان أن يسمعكم آخر قصيدة وبعدين أفسح المجال لكم، فهل أنتم موافقون على هذا الاقتراح؟ نعم. إذا نسمع آخر قصيدة أو آخر مقطوعة أو آخر شيء لعريان السيد خلاص. أقرأ لكم تجليات شخصية. ردنا لك قبر ينزال، ردنا لك قبر ينزال، وردنا لك ذكر بالروح لو كان الذكر بسمار، وردنا لك منارة لوح حتى نقول لك شنيار، وغيار العتابة غيار تاخذنا العتابة بطور، ويردنا الصبر بطوار، والمحنة الجرح جرحين يا جرح اللي يلم ازرار، يتوازن ضراير سيف شو حتى جروح تغار، يل تخطف على المطعون وتمر جنك ولا مار، لا تحتار الحيرة مرض والماي مني حير، يذبل كل يذبل كل زراقة وياكل الزنجار، لا تحتار الحيرة مرض والماي مني حير، يذبل كل زراقة وياكل الزنجار، اللي يسبح عند مل وتلوح رجل القيش والعاقة فطيسة يشيل هالتيار، مأمني بشمس 20 ليلة حول، مأمني بشمس 20 ليلة حول، قلت لك وين شمس تقول ديك صار مديدك، تجيك الشمس عد رجليك تسجد لك غصب وبرادتك تندار، لا تحتار خاف تموت دي ويذبل النعناع ويصك الثلج ويخشب الجمار، من تحتار تختل الشمس ويصفر البستان وطيور الحجل تصبح قريبة الدار، من تحتار يطفو القمر ويضيق خلق الليل ونجوم المجرة بالارش تندار، خاف من ارد لومك توجع الجلمات ويطول العتب وتنعس السمار، قلت لهم وفوا من خيبتي يضحكون اطفى من الخجل واتصبر على الصار، كتبوا لك شعر من كان فيك حيل وباعوك فلس من قصت بيك النار. اسمك ينذبح بالدرب بالحانات، يركبهم عمى وكاساتهم تندار، يا محنة محنت ويا سمير العين، بس بالليل تفقدنا وتمر خطار، ولسه اكبر فخر ما لاحن الوهواس، عالي بهيبتك والدون من صغار، انا عالي بهيبتك والدون من صغار. عالم كبيرا ومبدعا كبيرا. نعم. أنا بودي أن يستمر يقرأ الشعر، بس هو الوقت بدأ ياخذنا، يعني إحنا صار ترى فترة طويلة نسولف. إي وخاف جماعة البرج يعزلون ويطفون الضويات علينا ونظل بالظلام. ولو عريان السيد خلف هو الضوء مالنا إن شاء الله. أنا أفسح المجال لإخواني الأعزاء أصدقائي وأحبائي اللي هم أمامي. يعني نساء ورجالا المايكروفون موجود، فمن أراد أن يسأل، من أراد أن يستوضح، من أراد أن
يقول أي شيء لعريان وبحق عريان فأهلا وسهلا يقدم اسمه. فأهلا وسهلا قدم اسمك توكل. اخواني اللي يحب يتكلم يقدم اسمه يقول فلان ابن فلان. والسؤال يكون مختصر يعني لا طويل يعني رجاء. سامي الشمري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاستاذ عريان غني عن التعريف، وهناك قصائد عشناها في شبابنا ومؤلمه، وكيف قصه تمثل. بس هنالك قصيدة الحقيقة إلها طابع خاص بي. يا حبذا لو نسمع جزء من إلها. لا تجينا غير أي ماشي. يحفظك الله وأنا ممنون. أنا آسف اللي حافظة منها. لا تجينا لا تجينا، كان قلت بوجه الابيض غير معشركم لقينا. جينا مشتاقين وبلهفة وتسد بابك علينا. جينا مدري الجدم زلبين على دربك لو عمينا. وكنت اظن عندك وفا وروحنا من فر الطينة. غمق الجرح الجفا وزدت القلب ونا الونينة. والله يا بالذات ما سويت ويا هواك زينة. وكان ضيف وعادة الينظاف للخطار يرخص ما يعينه. لا تجينا ما اجيكم وليدك بابك بعد تنشى اليمين. حسنت. قبل ان يتقدم احد الاخوان لا بأس ان اعلن ان هناك طفل. اذا ام عمار اخذت الولد يعني مثل ما قلنا فنفسح المجال ثانية للاخوان الاعزاء اللي يحبون يسألهم. الاستاذ عريان تفضل اخي قدم اسمك. مرحبا. اسأل ابو خلدون تجربة واحدة حلوة شفناها منك برنيمة الكرسي الهزاز وشعرك وتعاونك ويا فاروق محمد والدكتور عوني كرومي. حقيقة عملك ما كان بس عراقي انما وصل مرحلة عالمية. أشكرك. هذا ما قال مو من عندي دكتور علي جواد الطاهر ونقاد هواية. العمل بقى يتيم بينما انت دخلت عالم المسرح والصور انت ثاني مسرح. هالسنة تركت بعدك معرض. فاللي ارجوه منك اسعفنا استاذ اسعفنا. اعمالك الطيبة الله يخليك شعرك الحلو الله يخليك انت نورت مسرحنا. شكرا حبيبي. وينك 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 الله يحفظك. اشكرك. هذه وحدة. اللغة ذاتية. وهي. شلونك يا بعد اختك شلونك؟ بعدك حلو لو خرب لونك. احكي لنا عنها. اهلا بيك استاذ. شكرا جزيلا. طبعا المسرح عالم غريب ويعني فن مؤثر جدا وفن خطر. يعني المسرح يعني هناك احد المفكرين يقول اعطني خبزا ومسرحا اعطيك شعبا مثقفا. المسرح كانت في بداياتي يعني الدخول الى عالم فشيء مخيف. ورغم قراءاتي الكثيرة للمسرحيات العالمية والعربية والعراقية الا اني كنت اتهيب من دخول المسرح. ولكن مصادفة احد اصدقائي وهو الدكتور الاستاذ المخرج الدكتور عوني كرومي شجعني في يوم من الايام ان نكتب عمل مشترك انا وفاروق محمد الكاتب المسرحي المعروف. وكانت تجربة فعلا ناجحة وهي ترنيمة الكرسي الهزاز، واعتقد اخذت الجائزة الكبرى في مهرجان قرطاج الدولي وعرضت الان بالسويد وفي الدنمارك وحتى ان الصحف في السويد كتبت عنها. يعني قالوا العجيب في هذه المسرحية الساحرة سموها، تدخل الناس تضحك وتطلع تبكي. المهم انا بعد هذه المسرحية كانت عندي محاولات في كتابة المسرحية العراقية وكتبت كثير من المسرحيات منها يعني على باب الذكر هي مخطوطات لا زالت الملثم مون دراما
والآن يشتغل عليها ولد باسم الحجار هو مخرجها وممثلها أيضا. وكتبت المجنون أو الوهم، وكتبت عديت مسرحية عرقتها، مسرحية لوركا اسمها يرمى، سميتها الصهيل الدامي، ولا زالت موجودة والمخطوطة مالتها موجودة عندي، وكثير من المسرحيات اكتبها وموجودة عندي. يعني اولا يعني تعرفون ما وصل للمسرح، الحالة اللي وصل بها المسرح العراقي الان، يعني مسرحة تدني ومسرحة انهيار ورخص، وحالة يعني هذا المسرح العريق ذو الإصالة العظيمة اللي كان يعد من ثالث المسارح العربية بعد المسرح المصري والمسرح اللبناني، يعني الحالة ما تشجع. بعدين أكثر الممثلين يعني للضغط الاقتصادي، للظرف الاقتصادي، يقول لك أنا ما مثل مسرحية جادة، الفنان بحاجة إلى إدامة لوضع الاقتصادي حتى يقدر يبدع. زين الممثل لما يجي يمثل في مسرحية جادة منو يجي؟ يعني يجو أنا وربعي، غير أنا وربعي شي حصل مني، فما نفيده. فقصدي يعني هذا السبب هو عموما يعني الحصار والوضع الاقتصادي اللي أطبق علينا، هو هذا هو يعني كثير من الفنون دمرها، وهو هم يحاولون أن يدمرون فننا، يدمرون روحنا، يدمرون روح الإنسان العراقي المتمرد يعني الرافض. فهذه الجوانب هي اللي خلت كثير من الممثلين والمخرجين ما ياخذ الأعمال الجادة. زين احنا ما نقدر نكتب هذا المسائل الرخيصة والمسائل اللي تمر مرور الكرام، يعني القصد منها التضحيك، يعني نسميها غاز الضحك، يعني هو غاز سام ولكن هو يضحك، انت تموت تضحك. فهذه الشغلة هذه ما يعني هذه سبب في المسرح. اما ذكرك للبيت، انا بعد ما يعني استشهد اخوي كان اخوي قريب من احدى اخواتي رضايا، يعني كان قريب منها جدا بحيث هو صديقها، يعني ضمت عندها فلوس عندها ملابسه هي تعتدي بها، هو ما متزوج وصديقها، يعني لما تنهضم تقول له، لما تصير عندها مشكلة تحكيها له، يعني هو مهتم بيها ومهتم بي. ومن استشهد فقدت النطق لمدة 40 يوم وقطعة الأكل، فشدنا نمطلها ونشربها حليب بالقوة يعني حتى أنها نحلت يعني هزلت. فبال40 أخذتها وياي، قالوا تموت بالطريق، قلت لهم ما يخالف أخذها وياي، أخذتها وجينا للقبر فشافت صورته، كان وسيم جدا، فكانت صورته على القبر، كانت خرسة هي ما تحكي 40 يوم، فأقبلت على القبر وقابلت الصورة وقالت له شلونك يا بعد اختك، شلونك بعدك حلو لو خرب لونك. الله تسلم تسلم استاذ، يعني ولو احنا حركنا هذا السؤال حركنا المواجع على الاسف يعني، بس هكذا هي الحياة، يعني نوبة سودة ونوبة بيضة. تفضل. باسم الشمري من محافظة واصل. يا مرحبا. في البداية نشكر أسرة تحرير جريدة الاتحاد على إقامتها هذه الأوسية الرائعة، وأنقل تحيات أهالي مدينة الكوت ومدينة الحي، مدينة الشعر والأدب الشعبي. شكرا لك. تحيات لأهل الحي ولأهل الحي وللكوت. يا مرحبا. هناك قصيدة ولو من أريد العيد المواجع ولكنها جميلة جدا، نظمت لحق شقيقك الشهيد بل. والتي هي تعبر عن حالة كل الشهداء، شهداء العراق العظيم، شهداء الأكثر منا جميعا. بارك الله. أرجو أن نسمع منها خدمتك. مع تحياتك. خدمتك. قل بيها ضميرك مو زغيرك للوطن شدك، رعاك الله اش كثر كان الوطن ودك، للوح للشمس خل توقف بحدك، تراه اش ما علت ما علت بقدك، واطبج نبض جرحك ويرفي في القاع
واخذ اسرارها واحكي لها اللي عندك. لا طلقت مره وصاحت بتالي الليل ولا هزت مهدها ام الولد بعدك. يا طيب المحبه ويا لعب صبيان ويا ما ينشفوا للجدع شي ردك. عفاني شلونك كابر وانت ضي العين ويد على التراب وبرهدنا توزلك. يا خيالها ودنك عليها بزود لا هديتها ولا ارادت تهدك. مهي طبع المنايا بذمة الطيبين وانت رسومها من اول مهد عندك. رعاك الله اش كثر شم خدك الرشاش وتراب الجبال تشرف بخدك. اذا يطرى الحكي وينذكرها بالريح وتنعد الزنم بصدورها نعدك. واذا دفرت وذنها وساقها التيار وبنفسي اللي يقصر ينتجب سدك اودك مو مودت من يقضى وكات. بس درتك عندي ودرت اللي عندك. احسنت احسنت. نسيت اقول لكم انه ترى العريان السيد خلف يعني الى محاولات جاده وعريقه بالكتابه المسرحيه اشار لها بشكل سريع هو، وكذلك الى محاولات مو محاولات بالحقيقه نتاجات بالفصيح. ربما اذا هو سمعني كلام قال لي ما حافظها، يعني لا تحرجني يا عادل ما حافظها، انقل لكم اياها بشيء من التحريف. تفضل اخي مفيد اللامي. الاخ ابو زيدون، هناك راي يقول بان الشعر الشعبي ابو خلدون هناك راي يقول ان الشعر الشعبي معول يستثل من اللغه العربيه الفصيحه. مل. فما هو ردكم على هذا الراي؟ هذا الراي خاطئ في رايي، مو لكون انا شاعر شباب نكتب الفصيح. اسف عفوا كمل. وهل لكم ابداعات في الشعر الفصيح قبل ان قال الاخ عادل العرداوي؟ مل. فنرجو سماع ولو بيت من هذا الشعر الفصيح. مل يا حبيبي شكرا. الشعر الشعبي هو ناتج عن تزاوج حضارات متعددة، وهو فعلا بدأ في سقوط الحضارة العراقية في زمن في نهاية الدولة العباسية، ودخلت كثير من اللغات الهجينة والغريبة، بعضها عجمية وبعضها رومانية وبعضها يعني إغريقية، دخلت إلى مفرداتنا. وحتى تعرف العراق احتلالات هائلة، يعني احتلال بعد احتلال، قول عافية شعب عافية وطن عافية أرض. فهذه تعرف التزاوج، دخول أجانب إلى بلدك، وخاصة حتى في زمن الدولة العباسية حين ما في يعني في انتعاش الوضع الاقتصادي في زمن الدولة العباسية، كل رؤوس الأموال الأجنبية جو استثمروا أموالهم فأقاموا في العراق، فصار تزاوج لغوي. هي اكيد الفصحى لانها لغه القران الكريم وهي ام اللغات وتمتلك بلاغه لا تمتلكها لغه في العالم، ولكن يعني الوضع او الظروف اللي طارئه اللي مرت على المواطن العربي العراقي في فترات متعدده فرضت لغه جديده، فرضت تعامل جديد، فصارت اللغه المحكيه. يعني احنا في السوق في الشارع في البيت في هذه نتحاور ونتحدث في هذه اللغة العامية. اللغة العامية اولا لسهولتها، ولكن هي تمام احنا نطمح الان كشعراء شعبيين نطمح لايصال المفردة الشعبية الى ان تكون قريبة من امها الفصحى، لان ذيك اللغة هي لغتنا الاصيلة. اللغة الاصيلة هي لغة قد تكون مستحدثة او مشتقة من الفصحى. وانا قبل شوية ضربت مثال يعني على كلمة شعبية متداولة هي اصلها فصحى. اكثر مفرداتنا هي لما ترجع لاصولها فصحى ولكن محرفة ملحنة، يعني بيها لحن لغوي. هذه الحالة. السؤال الثاني هو ما خوف، يعني هي اساسا اللغة الفصحى لغة متماسكة، وما زال القرآن موجود وما زال الاسلام متطور ونظرية متجددة دائما، هي تبقى لغتنا الأصيلة. ولكن أحيانا أنت للتخاطب اليومي للضرورة أحكام،
فنتعامل باللغة هذه، وهي ما بيها ضير، ما زالت قريبة من اللغة الأم. سؤالك الثاني العفو. بالحقيقة مو سؤال، مو يعني ورقة اجتنا أستاذ. لا لا هو الأخ. لا لا هو مو هذا السؤال. أما عن القصيدة الفصحى أنا كتبت وعندي مجموعتين في الفصحى، ولكن أقرأ لك شيء من، أقول: متى يا صاحبي تدري، متى يا صاحبي تدري بأنك مالك أمري، وأنك في دمي تسري، وأنك بضعة مني، وأنك في دمي تسري، وإني حينما أشكو وأفضح في الهوى سري، يفيض الشوق في قلبي فيغلبني على أمري. متى يا نفحة العنبر يفوح شذا هواك الثر، لتروي روحي الظمأ وأظمأ بعدها أكثر، كمن يصحو على سكر لفرط السكر لا يسكر، فيا ويلي على قلبي ويا أسفي على عمري. هاي هي قصيدة شعبية ولكن بثوب فصيح. نعم، قبل ما يعني قبل ما افسح لك المجال، هسه اكيد افسح لك المجال، يعني ورقه جتنا لاحد الاخوان اللي ما موقعها ولا قايل من هو، ما يهم، يقول بيها: اي قصيده في مدح الامام علي واهل البيت من لطفك وحبي. والله يعني هم اهل البيت ما يحتاجون مديح، يعني هم شواهد عالية وكبيرة. حتى أني أتذكر في أحد يعني الروايات يقول أن الخليفة العباسي هارون الرشيد أقام حفل للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، فدعا كل الشعراء لمدح الإمام موسى بن جعفر، وتخلف أبو نواس، في حين أبو نواس هو من المقربين إلى ديوان الخلافة، فزعل الرشيد ودز على ابو نواس كما تقول الرواية، وعنفه يعني الالامة، وحتى قيل ان امر في قتله، قال له: ويلك، او ادعوك لمدح ابن بنت رسول الله فتتخلف وانت اكثر الناس طرا في المديح؟ قال له: بس مهني. قال له: قول. قال له: قيل لي انت اكثر الناس طرا في المديح وفي الكلام النبيه، قلت: لا استطيع مدح امام كان جبريل خادما لابيه. هذا اعتقد الجواب الشافي والناجح والناجع للورقة الصغيرة التي وصلت الى منصة الاحتفال، مع تقديرنا واحترامنا لكاتبها. افسح المجال لاخي الذي يؤشر لي بيده، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الفنان كريم الساري من محافظة ديالة. يا مرحبا. من بعقوبة يبعثون لك السلام. يا مرحبا، شكرا. يحبونك هواي بعقوبة. ألف شكر. وجيت أنا وأخويا الشاعر فاضل عسكر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. والملحن ضياء السيد. يا مرحبا. ونهدي لك بيت أبو ذية. أحكي هيك حكي، وعندي موال صغير إذا سمح أستاذ عادل أغنيه. نشكرك. الأبو ذية يقول: هلا ومية هلا والفين مرحب، الغيرك يا عريان ما يقول القلب مرحب، مرحب وحق اللي طبر بالسيف مرحب، اهل ديال يحبونك حب فلا مر الدنيا. الله يخليك، اشكرك، ممنون جدا، ممنون، بارك الله فيك. عندي موال اريد اغنيه نالوها. يلا يما تقدر نهاون عسل. قلت لي طويل الدرب، قلت لي طويل الدرب يا حبيب امشي وياي،
لك عيوني نبع لو عز عليك الماي اي والله قلت لي طويل الدرب يا حبيب امشي وياي قلت لك عيوني نبع لو عز عليك الماي مشينا مشينا يا ابو خلدون كتف بكتف مشينا يا ابو خلدون كتف بكتف شد كتفك بيمناي شاليش نبقى بهجر واللي يكرهون هواي مرن الليالي الممد راوتني كثر دروب بيهن عرفت المجد لما الزلم وقلوب من نصف يصفى الوقت نبقى بجفة كم دروب واحنا العشقنا الشمس يا ابو خلدون هم تلقى فينا ذنوب صافين احنا صافين من كل دهش بس شوق بينا وطيب يكبر ويانا الوفاش ما نكبر بترتيب اي والله طيبين عدنا الطبع اي والله احنا العراقيين طيبين عدنا الطبع خاو الحمل والذيك يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي شكرا احسنت وشكرا جزيلا ويعني انا بالحقيقه حييت كل الابناء المدن العراقيه العزيزه اللي خفوا وتحملوا متاعب السفر واجوا هذا اليوم لكي يحضروا هذه الامسيه الجميله النبيله التي تحييها جريده الاتحاد بالتعاون مع اداره برج صدام الدولي واكيد هم يعني مشاق السفر متعه الامسيه راح تنسيهم هاي المشاق فاهلا وسهلا باهالي دياله وباهالي الكوت وباهالي الحله وباهالي النجف وباهالي سلمان فاخ والفلوجه والرمادي والقابوس وكل المدن العراقيه الحبيبه اللي هي المحاويل اللي هي وحده احلى من الاخرى الله وكيلكم كلهن حلوات ترى بالعراقيات كل فافسح المجال لاحد الاخوان تفضل اسمك يوسف سوداني شاعر هاوي يا مرحبا طبعا انا قلت بس انه وقفت من رب العالمين ارجع بس وقفت هلا ابو حبيبي شكرا اشكرك استغفر الله عريان سيد خلف القصائد الوصف جاوبني على هالقصيدة اذا تسمعك يقول له شديت عمر بشليلك وبصايتك عمر انشد وتراب صير لك تدوس يا موجة حسنك يا مد حلفتك بربك يا الاسمر وبوصفك الما ينعد شو اصف شقول انها حرق مطفور شعرك انشد العيون سباحة قلب ورموشة حراس وحف والحاجب برقا رسم احترق عمك والجد وخدودك البيض الترف تفاحة بخد وخد والخشم حالو بنقف عالشفايف وعالرقبة حسنك ورد ويزيد حسنك عالخصر واكثر بعد فوق الزند ترجية صير لك ذهب وخلخال بحجول انشد وابقى انشد وبيك انشد بس انت تبقى الما تشد روحك علي وتنشد احسنت وشكرا. احسنت لطيف انا هاي كلهن اللي يذني ماني الحقيقة راح أقول لكم فد شيء إخوان الشاعر عريان يعني شاعر كبير ومعروف وقصائد مؤثرة وأكيد تأثر أول ما تأثر بالشعراء ما تقبل غلط فلذلك أنا بصفحات الشعر الشعب اللي أحررها وأنشر للأخ عريان بيها كثير ما توصلني قصائد
رد على عريان ومجارات العريان ولا بس ما توصل الى مستوى عريان حقيقه يعني ما توصل يعني اعجاب بعريان نعم بعدين ما ممكن عريان يقدر يرد على كم هائل من الشعراء مستحيل يعني ما يقدر اسمح لي. نعم طبعا اجاني تصحيح واني اشكره جدا من الاخ محمد العلوي ذكر ان الرواية اللي ذكرتها عن الخليفة العباسي هارون الرشيد هي عن المأمون وهو هذا صحيح شكرا جزيلا ممنون جدا الف شكر استاذ عريان ما يعني ماكو احد يعني راح يسأل تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اسمك فراس الخفاجي من الكاظمية يا مرحبا نرحب باهالي الكاظمية الكرام ايضا طبعا هي مو بس الكاظمية تحب عريان السيف الله يخليك حبيبي شكرا مدينة الحرية الله يحفظك الله يحفظك والشعلة بارك الله فيك مدينة صدام بارك الله فيك مدينة بغداد حبيبي شكرا شكرا الله يخليك شكرا هي مدينة بغداد الماجدة ابو خلدون مرة وقفت قدام مسؤول فقلت له شحكي وشقل للناس عن حالي شحكي شحكي وشقل للناس عن ضيمي شحكي مكتلف بالحسرات وحق حيدر علي بس احكي ابكي بس احكي ابكي بس انا اريد اطلب من عندك يعني على الشعر الملمع ملمع انا طبعا مشكور اشكرك جدا واني لي قصيدة صغيرة طبعا مو انا كاتبها بس حافظها اهديها لك بارك الله فيك لا يسمحوا لي تفضل يا اخوتي قد دهتني شر كارثة يا اخوتي قد دهتني شر كارثة ارجوكم السكتون واحكي القضية عيناي رأت حوراء سافرة بويا تشبه البدر التام من يشع ضية لقد رمتني بسهم اللحظة عامدة وانصبت يا الخوان بسهم المنية فوقعت جريحا ليس بي رمقا واشتفت وقحة العين مش شمت بي ناديتها بضعيف الصوت ملتمسا والجداو الصواب ارجوك كونت صخية فدنت حين ذاك ببنان الكف وتلمسني وتحبني بالخدين وتفرشدي هنديالك عوفيت عند اذن بالحال من سقمي خويا والجرح لم وطاب من دنت لي قلت لها جودي علي بلثم الثغر قالت ولك ليش تصير نفسك دينية حلو حلو لما سمعت القول من فمها فرحة برعب عضيت خد الغوية شكرا 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 جزيلا هذه القصيدة هي من الغراف للشيخ عبد الأمير طبعا انت لهالقد ما معجب بهذا الضيف لها ولك ولك فهذه تزحف الوزن هي تقول يا اخوتي قد دهتني اليوم كارثتي كارثة ارجوكم تسكتون واحكي القضية عيناي قد نظرت حوراء سافرة تشبه لبدر التام من يشع ضية وقد رمتني بسهم اللحظ عامدة وانصبت يا اخوان سهم المنية وقعت صريعا ليس بي رمقا واشتفت وكح العين متشمت بي كلمتها بضعيف الصوت ملتمسا داو الصواب ارجوك يم الحمية فانثنت ببنان الكف تلمسني وتشم بالخدين وتفرش دي عوفيت حينئذ في الحال من سقمي والجرح تك وطاب من دنت لي الى اخر القصيدة قصيدة جميلة جدا بس أنا الملمع ما أحببه يعني ما أكتب عليه لأن هو أساسا الشاعر الشعبي يدور في فلك شاعر الفصيح لأن الأساس ذاك القصيدة موجودة فمن تكتب ما تخلق شيء جديد يعني أنت تدور في فلك في فكرة اللي سبقك ولهالسبب ما أحبه وحتى أني في أحد المرات سمعت من والدي يقول فالقصيدة جميلة جدا يقول لو دخلت اليوم هو طبعا ما يدخلها بس يحكيها لل يقول لو دخلت اليوم ملها الراقصات لنسيت الحشر بل تنسى الممات
حينما تعلو على الشاشة الفتاة هي بيضة وثوبها أسود طويل يا عقل سالم يظل ما سلبته. هي حوراء وما ظن أحد أنها إنسية فيها اعتقد لا تلوم ليسكر ويسهر الليل والصبح بالبنقر عن وصلته. يعني ما معناه كثير من هذه المفارقات إلا أني أتذكر لو يسمح لي الأستاذ صديق عادل العداوي أكو مفارقة جميلة يعني أكو بالشعر الشعبي كثير من الألوان والطرق بيها جمالية. مثلا أتذكر قصيدة هي محاكمة في زمن الإنجليز لما دخلوا الإنجليز إلى العراق قاموا يدورون على الواوي الثعلب يعني ابن هوا يأخذون الجلد ماله ويفصلوه هذا الفرو. فالفلاحين أي واحد يصيد واوي في ذاك الزمن ينطوه 10 روبيات 10 روبيات هو. فأكثر الفلاحين قاموا يطاردون الواوي حتى أن يقال أنا شحت بقد صيتها. فواحد سوى يعني سوى هذه المقطوعة عن مخاطبة بين الواوي دافع عن نفسه وهذه يعني مسائل اتهام للواوي وليش. فيقول اريد اسأل من اللي يعرف الوضعية اشو طلعت مصيبة على الواوي شنه جناية الواوي يدورونه ومن بعد الذبح جلده يصلخونه وصلخة من الوجه مخصوص عينية صلخة من البراطم من برد حيله شارد ولي حصل عيب يا ويله بسبب مطلوب جلده والغوة بذيله يصلح بالطه الحضرة البيبية. بيقول له يا حيال هذه هاي ضوابط الاتهام يا حيال يا عيار يا الواوي يا ابو الحيلات قل لي بعد شو تساوي اعرفك من قبل مقطوم ماتا وتبوق القافه بالبيت بزريه. يقول له بس انا بقت منكم فرخ نواص الذيب من الرعايه ما تشلش كم راس جلدي صار عندكم دره الغواص مبارك منصفك اللي البخت بيه. يقول له كذب شبح ذاك البخت من كون جلدك صار طمع ولي حصله يباشر التجار ما تسلم على راسك يا بيت النار تنحى بعيد واسكن برض وحشيه. يقول له وين اسكن لدامك بالسما وبالقاع بطياره تطير وبالارض زراع كلها هودرت بس هالجلد ينباع لو فقر جوم حزمك علي. احسنت. احنا بهذا اللقاء ايضا اكتشفنا انه ابو خلدون يعني عنده طابع فكاهي يعني طابع ساخر هذا فد وجه اخر من وجوه عريان السيد خلف. يعني هو حقيقة كلها جايدها بس انا ما كنت قد قريب منه بس اكتشفت الان هاي حتى مرة ثانية من ادير لقاء ويا اعرف شلون اسالف ويا بهالاتجاه. ما ادري احد الاخوان دريد يسال تفضل قدم نفسك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا. الشرف ماني حبيبي اشكرك انت الشرف. قدم الميكروفون شو اطلب منك ابيات شعريه في معزه الوالده. تفضل. الوالده انا امي يعني ماتت مبكرا وللاسف ما كنت شاعر بوقتها بس معها ذكرتها يعني في قصايدي ظلت في كل القصايد تجي والدتي لان انت يتمت مبكر. فاقول مثلا أنا ابن العاصيات من الليالي السود أنا ابن العاصيات من الليالي السود ما أريد القماري ولهن يردني رضعتني أم بدمعها من عرفت الصوت وغطتني بحزنها من مشت عني وعلمني الصبر لو جرعون الويل أصيح بحيل صوت الله متهني ولجغني يا روحي مو غنى البطران غنى محبوب روح المرضى يثني علمت البعض نقل الجدم على القاع واول ما مشن بالزلق لبني اقول تغيرت والناس ما الناس رضاعت قواطي وخيبه وظني. الله احسنت. اخوان تخاف ضشتوا هو ترى احنا اي يعني احنا طولنا ترى ماكو هيجي ندوه ولا هيجي يعني حقيقه احنا حاضرين ندوات وحاضرين استضافات بس
يعني أنا أحس أنه الوقت طال. نعم نعم نعم. يعني رسالة أو قصاصة وصلتني. نعم ماشي. وهي الأوراق اللي عندي كلها تشبه الورقة مالتك. يوصلها السر. ماشي ماشي. الورقة تقول لأحد الأخوان يعني يطلب من الأستاذ عريان أن يسمع جزء من هذا الشيء اللي هو كاتبه اللي هو لعريان. قالوا ضاع، قالوا فص ملح، قالوا فص ثلج، جاس السموم وماع. والبقية على الأخ عريان. قالوا ضاع، قالوا ضاع، قالوا من ثلج لاح السموم وماع. حج عن الردي واللي يستحي من اسمه، وحج عن الرعيع الخاف من رسمه. حجة وما دروا بجروح تفز بكلمة ما تنباع وتهتم. أنا تهتم شيمتها وشدت الحيل اللي قص الردي والسافجك حيل. أنا بازم على الشبات ويطرد المذيور، ياكل مزته ويرمي الغريمة الذيل. يشرب له عطش من وردة الغندور، والغربان تشرب من بقايا السيل. طبع دنيا، طبع دنيا لفهود تصيد عز الصيد، تاكل مزته وتترك يسير النيل. وانا طبع من صاحب، صاحب المظنوك، لا بتجيب شديدة ولا يرك الحيل. لا ذي الخاطرة ولا وصخ الماعون، ولا ادفى بمنامش ما يجور الليل. الله حسن. الاخ خضير الرباعي كتب لنا ورقة يقول بيها: من علمك تكتب شعر وتلاعب بأوزانه؟ لو يدري سيد خلف، سيد خلف ابو عريان يعني، لو يدري سيد خلف شاكته العريانة. ها السؤال عن قصيدة بياد الرون، والجواب لعريان. بياد الرون هاي القصيدة مو إلي، آسف جدا، يعني قصيدة مو هذه، أعتقد للشاعر جودة التميمي. الأخ صفاء كاظم من بغداد يقول: ما قصة قصيدة نص بالبواتي؟ شنو نص؟ نصاً بالبواتي. نصاً. هذه القصيدة لنعمة مطر، الشاعر نعمة مطر من العمارة. القصيدة طبعا هذه تبكيني وتبكي بناتي يعني بالبيت. هذا الشاعر أب لي خمس بنات وما عنده ولد، ويتصور أن في أي لحظة يموت، هو رجل كبير، فيتصور يموت وبناته يبكين عليه بالليل ويموت ويشقن ملابسين ويبكين ويلطمن. فكتب قصيدة عن هاي الوضعية، قصيدة مؤلمة وحافظ منها شيء، فهو يقول بها: نصا بالبواكي الليل مسموع، ترى شق الزياق يحن للضوع، وبوكن لا رهل لا خف والجدام، يشد بطنه على ظهره بساعة الجوع. قصيدة من أجمل القصائد، وكان مغنيها كريم منصور. شكرا جزيلا. احنا نأمل الأوراق بعد لا تكثر لأنه الوقت طال. الأخ عامر يطلب مقطع من قصيدة يوم القيامة. هذه قصيدة القيامة طبعا عن مدينة عراقية تضرب بقسوة ونذالة أبان العدوان. فأقول بها: الحيطان من خل والدروب حفور والبيبان صرخة بلا صدى ولا صوت، صفنة قنبرة بوحشة مسيت قبور، ووجوه الزغار الحاضنة الشباك باقت ور الذابل بالحزن معصور، والنظرة متاهة وخوف يرضع خوف من يهتز قفل حسبالهم شاجور، من يهتز قفل حتى الطيور تطير مرعوبة جنح وبلاوعي هالدور،
ما ظل لا ملاذي يلوذ به الخوف، بس حسرة مرارة بحشرجة مصدور سنبل والجراد أسراب تتل أسراب من تسكن الريح يعشعش الممذور. قامت والمناير تختلو يا الناس وتخاور رصاص الصقر والعصفور. قامت والبشر مو بشر غابت زور، يحصدها العصف ويلوجها التنور. حتى الما يورث والتوصف صاف شاحب والنهر من كثر غيظة يفور. والموت بصلافة يدق على البيبان ويوزع عليها السدر والكافور. دارت والدقايق ترضع من الموت كل لحظة بطبق كل ثانية بعاشور. هنا دفتر كتابة هنا حمامة بيت هنا وصلت جديلة بشف طفل مبتور. هنا صرخت نثاية شتتت بالريح على جثة تململ من شلب مسعور. هنا مصحف جلال هنا دفتر كتابة هنا حمامة بيت هنا وصلت جديلة بشف طفل مبتور. هنا تربط صلاة والدم عليها هلال. هنا مصحف جلالة من العصف منشور. دارت والمناية تدور فوق الراس صفنة رح القاع ورح الموت تدور. قامت من دخيلك يا علي الكرار مو هاي القيامة المن بعد مذكور. أحسنت نستمر بها. أنا أريد أخلص الأوراق بالحقيقة حتى بعد أسد باب الأوراق. نحن لفيف من الشباب ونطلب قصيدة أو جزء من قصيدة شريف الدم. والله شريف الدم للأسف أنا ما حافظها كلها القصيدة يعني هذه، ولكن أقرأ منها. معذورة الدموع عليك ما تنشف ومعذورة القلوب تهيم بيكم شوق وتتعفر جباه الناس برض الطف. يا أروع اسم سماك جدك بي ويا أشرف بدر هل بالسما وشرف. يا الموتك خلاص من الظلم والحيف وقبرك باب كعبة وقبتك مصحف. يا أول رفض لمصافح العفنين ويا أول نعم للموت من يحتف. شكرا جزيلا. رياض محمود يسأل رأيك من هي أجمل خمس قصائد تعتبرها من عيون الشعر الشعبي العراقي لمختلف الشعراء؟ الأجدى هو المفروض يجاوب لأن هو من شعراء الشباب أعتقد، فشاعر معروف وواعد. هو الشعر مثل الجمال يعني ما إلى حدود، كل ما ترى وجه تقول هذا أجمل وجه وبعدين تفاجأ أنك أجمل، هكذا بلا نهاية يعني. الشعر ايضا لما تقرا قصيده قد تعجب بها ولكن سرعان ما تاتي قصيده وتخليك تحفظها وتنسى ذيك. الشعر بلا حدود يعني. اما اذا تسالني من القصائد العالقه في ذاكرتي يعني قصيده العب العب وقصيده كاظم اسماعيل قاطع مال الليله موتي الليله وقصيدة نعمة مطر اللي تحدثت عنها قبل لحظات وكثير من القصائد يعني. أنا آسف جدا يعني الشعر هو شعر يعني ما تقدر تحدد بخمس قصائد أو مئة قصيدة. الشعر إذا كان شعر إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعر. حسن أحد الأخوان هيثم الذهبي يبدو قصيدة لك منشورة في نبض الشباب مؤخرا اسمها الطماطة الهزلية. شنو هاي؟ هذه مو هزلية، هذه أنا في رأيي يعني هي تحاكي ظرف الناس يعني الوضع الاجتماعي. أنت من تكتب شيء مفيد للناس أو تنتقد حالة سلبية يعني مثلا عند في الغلاء هذا الفاحش اللي يمارسوه بعض معدومي الضمائر يعني اعتقد خدمتها وتأثيرها اكثر مما تكتب 100 قصيدة غزلية ذاتية تخصك. ففي فترة ما وصلت الطماطة الى ان تكون 1500 يمكن.
هذه الحالة شفت كثير من الناس من جوارينا ومن أصدقائنا ومن يتحدثون عنها. والله قعدت لا بأس قلت أن تكتب قصيدة وشافوها بالزوراء نشوها بالقصيدة. فشيء يعني لطيف أنا برأيي يعني أعتبره هي هاي رسالة الشاعر. أن تتحدث عن هموم الناس أفضل مما تكتب مجلدات عن قضايا ذاتية بعد. أستاذ عريان غم وقت الترادة ودنيته تزعل. سؤال من عايد البدري ذي قار الناصرية، هل هي لسامي الزيدي أم لك ومحاولة إلقاء شيء منها؟ هذه اعتقد مال شلون بالله صياد الهموم بيها هذه المقطع. انا منحكي هيك ما انا من ارد اسولف فاقرا لكم اياها. قول ضمني بليلثاني وحل حلال الخل شحيح افراحنا ودكانها معزل الضحكه مبوكها من الاح واليا ويل وصياد الهموم بدفتره يسجل يا قلب ايش بعد ومعكرات الكيف زمن توزهن ما ظن بعد تحمل حاطنك ضواري مهذبات الناب لا مخلص يعينك لو ردت تجفل يا مشاكل زمانك حد قطع النيط تترجى الشفا وشكواك سل السل ما عاد الصبر يلجم مصب العين ولا مثل الخلق بدموعنا نمثل ولا ذيك المضايف عاجد الديوان ولا سربت وذن برياضهن تصحل ولا شارب يرف لو مطقة معرف ولا شقرة جعد بوجوهنا تهلهل ولا مترع في شق ينحرص دور القوم وما بين اللي ميض يحول تحول ولا صاحب ذرب ويوجد الماذيك يبسط خاطره وفوق الجرح ينزل مسخت والضماير غبراها الغيظ وامتد الدرب ام الفرح مثجل وطالت والعمر كل ما تلف بيطول غم ذاك العمر من ينقضت على العل شي عاشت لفو وتروم هذا وذاك وشي قضت عمرها بنعم وتوسل وشي حربت مواسم شي حربة مواسم تنبت بكل كيف اش ما بدل وقتها لحالها تبدل وشي تلهث عمر تجمع ورق وارقام لحد قطع النفس وبمالها تنعفل مناحر والخلق ما تعرف المعروف ما اخذها الطمع وبلا سبب تقتل ما انا من ارد اسولف واكشف المغلوب يغدل حق صبر وحجاية تزعل يل شعرك مليل حل حلال الخل وطول واهسك للواهسة مخيل أسلم من عذاب الآه والياويل وعللني بهواك العافية تعلل كل بوسة تغفو تطرز حياة نجوم وكل شمة نحر جبرة خليل الخل يا تالي المزن شل العمر عيسوب وفوق مروز روح الزور صاير تشل مدن فوق وكرب طارف الصعبات وصقور الرواب العالية تزبل مشكلتي الفرح ما عرف بابا منين وبثوب الحزن من زغر متمشكل ناورني الدمع بول مدب على القاع وناغمني الحزن ويرنت الجنجل ضميت الصداقة لساعة الكلفات وحرست الوفا لنجودها موشل دحل شعرك حبيبي الليل بلشي طول لا خيط الفجر يستعجل منيل ترى خيط الفجر يستعجل منيل الله خصوصا هل شبعتم من عريان؟ اذا ماذا نفعل؟ ها شلون حكي؟ نعم الست العزيزة الآنسة اللي اهلا وسهلا بيها راح نقطع كل هذا الشريط البيدنا وراح نخليك يعني السولفين براحتي تفضلي قدمي اسمك شو؟ قدمي اسمك. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا بيك. قربي على الميكروفون. سمعنا وصلتنا اخبار يعني بانه انت بديت تكتب قصة ويا الاستاذ احمد هاتف المؤلف. بل. المسلسل
مسلسل ريفي. بالي. وثانيا نطلب أن نسمع جزء من القمر والديرة أو شكرا. هلا بيك حبيبي، يا مرحبا. شكرا. تمرين أمر. طبعا اكو تعاون انا والصديق الزميل الصحفي والكاتب المعروف احمد هاتف، يعني اكو هناك مشاريع لكتابة مسلسلات، وهو يعني الرجل كونه هو عنده قدرة على كتابة السيناريو، يعني مجيد في كتابة السيناريو ومعروف ذو باع به، فكلفته ان يكتب لي السيناريو مال مسلسل ياسين، سباعية عندي اسمها ياسين. هذه من جهة. أما قصائد من القمر والديرة، فأتذكر يا غريب اذكر هلك، يا غريب اذكر هلك والقالها بحكي يتنكت، هيج جروح القلب والعين كت مهضوم كتت، ذكروها وعادت اللي يذكر يحن، والروح لأهل الروح حنت، آخ يا روح القبل كانت عزيزة شلون ذلت، ملت من ونينها وعذالها من اللوم ملت، واصبحت مثل الرشا المتروك من يشله جليبة، وحنت وعادوا يا المحبين لو غفى المحب يذكر حبيبة، يلتريدين الولف ولف الجفاك منين أجيبة، كافي غيبة كافي كلمات العتب على الناس، يا روح الغريبة يلصفيت بلا عقل والعلتك ما تصح طيبة، يلحسرتك حسرة ام اثنين وافاها الكدر واصبحت ليبة، يلتظنين بعظم بلواج ما صارت مصيبة، هذا يالمثل دلس توت بوجاغ ما تخمد ما يخمد لهيبة، هذا سهمك والسهم لوعات والخانة الوقت يرضى بنصيبة، وهذا طبع الناس بيهم بدو فوبيهم وفي الجيب الحليب. شكرا جزيلا، وارجو من الاخ عريان يعني حتى نخلص من الاوراق، اخوان يعني رحمونا بعد لا تدزون اوراق لانه ترى الوقت طال، يعني واحد يقول اللي هو الاخ خالد الرحال يقول الف رحمة على والديك، اي شعر مقدمة للفنان كريم منصور الرجاء ولو جزء بسيط منه. هذا بالعامي طبعا. كريم منصور غنى طبعا قصيدة غناها موال، وغنى لي في شريط الأول أنا يا ويل يا ويل ترى فراق نحبه ينحل الحيل، أنا يا ويل ما يشط شعر بنتي الحمولة ألمه وينقطع نفسي وبعد لسة على طوله، أنا يا ويل يا ويل أغنية معروفة في الشريط الأول. أما هذه بالتسجيل الأخير بشريط الثاني غنالي هاي أشو لا مو حلو ما تشبه الغزلان، ولا ريح القرنفل بيك لو ورد، ولا عينك مصيبة ومثل كل الناس حسنك مو قبة وخدك مثل كل خد، أغنية أيضا من ضمن الديوان قصيدة. ولو هذا يعني الشيء يعني مو محرج بس يعني ما إلى داعي، بس أقرأ لك جزء من أستاذ عريان يقول ما حادث هذين البيتين مع الشاعر إسماعيل، يبدو يقصد الكاظم إسماعيل قاطع، بطلنا قال وقيل بطلنا قيل وقال، ماكو هيك شيء نهائيا، لأنني هو كاظم إسماعيل قاطع صديقي يعني وصديقي من سنين طويلة، وأي خلاف يعني اكو شجاعة اخوية وصداقة ونلتقي ونتعاتب في اي خلاف، وما اعتقد واحد يكتب علاق بشكل ينتقص منه او يسيله. شكرا جزيلا. هاي مجموعة اسئلة ممكن جواب سريع استاذ عريان، هل لديك قصيدة عن العلم، العلم او العلم؟ العلم. نعم. عن العلم أنا والله مو علمي يعني أنا أدبي. يعني هو أعتقد
يعني العلم لسعته موجود حتى في حياتنا اليومية، يعني موجود في تصرفاتنا، في يعني كل ظاهرة في حياتنا ممكن تعزيها إلى حالة فيزيائية أو إلى حالة فيسيولوجية أو إلى سايكولوجي أو ما أدري باراسايكولوجي. كل العلم له علاقة بأرواحنا وبتصرفاتنا اليومية والخاصة أيضا. أستاذ عريان، سؤال آخر، ما هو رأيك بجمعية الشعراء الشعبيين الآن؟ جمعية الشعراء الشعبيين طبعا الآن وبإدارتها وبزملائنا الشعراء اللي يشرفون عليها، طبعا محمد المحاولي رئيس جمعية الزميل، الرجل تعب ويعني خلق شيء للشعراء، والجمعية أيضا فد يعني فد تكوين أو فد مؤسسة تجمع تحضلها مجموعة من الشعراء وفتحت باب لشعراء الشباب، وهي أشبه بمدرسة الآن يعني لتنمية القابليات وتكوينها ويعني الاهتمام بصيرورتها. أتمنى لها الموفقين. أستاذ عريان، سؤال محرج شوية، لو شاء القدر وعلمت أنك سوف تموت، اسم الله عليك طبعا ولا قالها الله، لو شاء القدر وعلمت أنك سوف تموت بعد يومين، ماذا ستفعل في هذين اليومين؟ والله هو الموت حق يعني على كل الناس، ومن لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. بس أنا يحضرني بيت لأبو ظاري الله يرحمه يقول باكر لو أن صوتي غفى وماتت بعينك صورتي، شعري يظل بكل وتر ولسان يروح شايتي. هذا هو إلى البيت الآخر أستاذ عريان، شيء يا مسعدة وهنيالة واللي يموت بشوفتك يا مسعدة وهنيالة، هيك إيه هذا الأبو ظاري. الورقة الأخيرة وراح أنطي شوية استراحة الأستاذ عريان يسمعنا بيت موال ونختم الأمسية، الأخ طارق يعني. أحد الأخوان أبو شمس يقول ما رأيك، السؤال موجه إلى الأخ عريان، ما رأيك بالشاعر الشعبي مظفر النواب اسعفني بشيء من شعره؟ لازم يجي متأخر الأخ، لأن احنا تحدثنا عن الشاعر الكبير يعني شاعر مظفر، و يعني ما تحضرني كل القصائد مالته، ولكن يقول شن حمد فضة عرس، شن حمد فضة عرس، شن حمد نرجيلة، مدقدق بمي الشذر ومشلي هشتيلة، يا ريل ريض يا عمي وخلى ناغيلة، أنا أرد ناغي بعشق مغنى ويحن القطة. أي هذه من قصيدة مرينا بيكم محمد وإحنا بقطار الليل وشمينا ريحة، وسمعنا دقق هوا وشمينا ريحة، هيل يا ريل صيحوا بقهر صيحة عشق، يا ريل هادر هواهم لك حدر السنابل قطر، معروفة غناها حتى ياس خضر. والديوان مال هذا الشاعر الكبير مظفر النواب الاسم للريل وحمد بالمناسبة، يعني ديوان هو انطبع وتوزع هنا ببغداد ويجوز موجود عند بعض الاخوان. بما انه احد الاخوان واقف يم المايك واعتبره اخر يعني اخر اخ عزيز يعني يبادر بالسؤال لانه الوقت طال يعني صارت مو طبيعية، فهو ان شاء الله يكون اخر من يتكلم مسك الختام، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا ومرحبا. يا غالى شاعر في حياتي. حبيبي بارك الله بك. تحياتي من الناصرية. اشكر شعورك، يا مرحبا بك. التي تشمل جميع الشعراء. يا مرحبا. اشكرك. يا مرحبا. واتمنى لو يعني تسأل البيت اللي محاربي يعني هل هو إلك لغيرك ما قول. اللي يقول الخوة للعباس والباجي بالسيف. ايه. الاخر نفس بيصيح بدوان الحسين. بدوان الحسين. ما ادري هو إلك. لا للأسف مو إلي. للأسف. والشاعر جميل لطيف، بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لأهالي الناصرية الكرام اللي هم موجودين يبدو ويانا، يعني احنا كل سنة نكتشف
جماعة من مدينة عراقية حبيبة بيناتنا. و كم واحد انتو ذول؟ كم واحد رافعين ايديكم؟ سريع سريع السيلون يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. عياد عبد الله من بغداد. يا مرحبا. استاذ عريان، اكو بيتين شعر يعني حافظن بس ما اعرف تكملة مال الشعر. بل. يقول خليني اشمك هيل وانشغ وابتسم واضحك واغني لك، خليني جرح ملتشوم يتشافى بمواويلك، الك لو غيرك؟ لا والله مو الي. اسف. تفضل قدم اسمك. السلام عليكم. قدم عليكم السلام ورحمه الله. استاذ فيصل السعد. يا مرحبا. نشكر جريده الاتحاد لحضور الشاعر الكبير عريان سيد خلف وللفنان حضرنا، واتمنى يكون موجود جرح الاغنيه العراقيه مثل ما لقب من الشعراء. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعني عندي صديق لي اثرت فيه صراحه وما اريد اطل عليكم بالحديث، هو اللي الظرف تعرف ففقد والده كلام أيه. والانسان اللي يحبه فقد كون نفسي في سبيل تقدم له هذا، فلما راد يشتغل على ماكينه راحت حتى ايدي اللي يشتغل بها باله ما تعرف ثلاثه فريد قصيده له زين تاثرت بعز من اخوك زين والله فريد قصيده ويعني ويا كتاب نازله لك هاي القصيده ان شاء الله بالمستقبل ان شاء الله. اي والله حبيبي يا مرحبا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. تفضل سريع سريع سريع. عليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا. اهلا ومرحبا. شكرا جزيلا حبيبي. والشاطره بنفس الوقت. اشكرك. شباب مجموعين هنا بهذه الامسيه. بالاول احب اعرف او بالبدء انه احب ابين انه صوت شاعر اختفى بهذه الامسيه وهو موجود. الشاعر الكبير كامل سوار ابو رياض. بلي. صراحه يعني احب اشعاره الى درجه. بارك الله فيك. وللاسف يعني ما ذكرت انه ولا ابيات قليله. هو موجود وباسمكم راح ادعو الاستاذ كامل سواري حتى يقرا لكم قصيده. يتفضل الأخ الشاعر كامل سواري من مدينة الشطرة العزيزة اللي هو موجود بيناتنا وراح يسمعكم فد نموذج من الشعر الجميل إن شاء الله. احنا ترى كل سنة نقول راح نختم هالجلسة بس ما يعني مدى يوقع بيدي يعني مدى تجي الأمور عدل. استاذ كامل منا تحس على يمنا احنا ترى اوشكنا على يعني لا ضجون يعني اوشكنا على النهايه الفاينل بالانجليزي نهايه يعني. يا هلا يا هلا يا هلا. اقدم لكم الشاعر المعروف كامل السواري يعني اللي هو غني عن التعريف بالحقيقه، بس هي الأمسية يعني طولت والحديث مع السيد عريان حديث شيق وما قدرت أقدم. أنا أعرف مجموعة من الشعراء الجيدين موجودين هنا بيناتنا بس ما ممكن يعني رغم هذا راح يمتعنا بشيء يعني الأستاذ كامل. أهلا وسهلا. سادة الأفاضل، بشرف كبير واعتزاز حال أن أقف أو أجلس مع الأستاذ الكبير في المدرسة الرائدة عريان السيد خلف والأستاذ العزيز الصديق عادل العرداوي والفنان الرائع طارق زين. أساتذتي على هامش أمسية الشعر المدرسة الكبير أقرأ قليلا. قلت لك لا تقول يقول أخاف أعلن وأقول الخوف من مجهول يستشبع ضبع تعبان يشتد والظلام يطول. قلت لك لا تقول يقول تطاول هوام الليل ويطول فجر مشلول. قلت لك لا تقول يقول تتراوى الصرايف ذيب يختل ذيب والتولى الطفل مسلول وأشكال الدوائر ترسم على القاع مثل الترسم بالماء تفتر جاتل ومشتول. قلت لك لا تقول يقول. القصيدة القطار. البارحة بالطيف جنانة قطار وجنها عبريت اش كثر عميان بس ما مش محطات انتظار وصوفرت محد ينز محد يخاف اش بيها هاي الناس مشان قطار
وشفت واحد يضحك بلا قلب وجماغه سبع ارواح يلعبون وسخ شايل تغار وصاح بعلى الصوت تسمح لي بحوار لا تسافر يا قطار عم هاي الناس خرسة وبيها عمية وبيها ما تعرف ظلام ولا نهار منين جيتك يا قطار وجاوبيت من الحقيقة من القرار جاي من ديرة عفج من قيم الرجع بيها وقيمت بيها قطار شلون طيف شلون الليل الصعب طيوف مخيف ما طفت شن رغيف وما طفت غصن وحمامات ورفيف وراودان النوم واسمع من يغني يغنوا والحسرة وحيف بين قوسين نايم يا شليف الصوف نايم والحرام يخوف وفززت جد ونشتح جد ما تعرف تفاسير الطيوف وقال جد الطيف من تقعد تقلب الليل مقلوب نهار والسلام تقلب نار وقلت له جدي جد مو هيك الطيوف جد ما نام الظهار وليل خوف جد كنانه قطار وقال جدي جد شبيدي ما اعرف ايش مقلوب القطار وشكرا الله. احسنت استاذ كامل وبارك الله بيك وشاكرين جيتك وصعودك الى المنصه اشكرك حتى يعني افسح المجال نعم طال الوقت طال يا اخوان والله طال يعني كم واحد انتو اثنين توكل والله مرحبا نشكر جريدة الامتحان وهيئة مجلس الإعلام على هذه الجلسة السعيدة مرة في جلسة صار حديث سأل أحد الأخوان قال لماذا السيد عريان يسيطر على الشعر الشعبي فقلت لهم يعجز القلم أو اللسان عن وصف السيد عريان ويعني شعره فختمتها قلت يجتاز البحر يجتاز السواحل فما ادري شنو يعني تعقيد السيد عريان على هذا الشيء ونطلب من عنده ولو يمن علينا بقصيده طش روح الاذن اللي جاي بالشارع هذه القصائد القديمه اسف لان تعرف حكم الزمن يعني تني يعني ما ولو جزء بسيط والله للاسف تعفيني ولكن السيطره على الشعر يعني ان تكون مسيطر على الشعر على الساحة الشعرية هذا شيء مخطوط لأن يعني بالأساس هي الساحة واسعة للإبداع ويعني هي أي موهبة الموهبة الحقيقية تفرض نفسها وتطلع إلى الوجود يعني مثل النبتة نبتة لما تريد تطلع حتى لو صخرة فوقها تشكها وتطلع لازم أكو تميز يعني بالشعر هاي التميز هذه قوة خلقه يعني هاي تبقى على ديمومته وعلى متابعته وعلى قراءاته وعلى يعني تجربته وعلى التراكم المعرفي اللي حصله وهذه تصير يعني تنسق الموهبته وتكون اداته سهله وطيعه يعني جوابي خاطئ كان لهم يعني بارك الله بيك لا جوابك صحيح اشكرك لا مو بحر انا ساقيه ضمن هاي السواقي تصب في بحر الابداع العراقي شكرا جزيلا ممنون لك اشكرك تفضل تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. اسمك. أسامة يا مرحبا. أطلب من عند فشي للحبيبة. للحبيبة. من عنده هو أو حبيبته وفشي جديد. والله هاي خوش حكاية رحم الله والديك. تفضل. هو يلا تفضل. عليكم السلام. سلام. يا مرحبا. شلون صحة؟ أهلا وسهلا. حسن سامي. يا مرحبا. خلدون بدون زحمة ولو يعني اللي تقدر عليه من قصيدة حسن 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 ماشي فهي راح تصير يعني عصفوران بحجر تقول حسن يا حسن يا مولع العين ما تريد تمل وتملها انت وتملها دموحها وينكسر بيها الظل تسور بويا جدمينك تسور بويا جدمينك تود لو فوق هجدام الترافة تحل يمن دمنا على جدمك لو هدر تيحل تمايل راوح على الروح روح معلمة وتحمل جدم يصعد جدم ينزل
عمرها ولا تقول حاه وليش تشي المصيبة يذل بطبع روح ريحية تشيل راس الخل كثير الحملوها هموم قالوا يوم ما تتمل وقالوا الحكي بالاساس يا اساس الصبر يقتل ودلل بالهوى تدلل يا هالحلوين ما مزين ويا اهل العدل يعدل يا هالوكحين ما مش طيف يطور موشنا وينزل وتصد انت ويصد الكل هفا وقلب الوفا من الطيب يا اهل الطيب ظل ممحل شجل دنيا وطبع الناس صار سنين متبدل. سند قبل ان احول المايك الى الاخ طارق ونختم جلستنا على من يرغب، هذا اعلان دعايه يعني ولا بأس، على من يرغب بالحصول على نسخه من كاسيه فيديو هذه الامسيه، يبدو احنا صورنا بالفيديو وما ندري بنفسنا بشكل كامل، لشاعرنا الكبير عريان السيد خلف، يمكنهم الحصول عليه من فيديو حافظ ساحه النصر بغداد هاتف. شفتوا شلون باقي انا وما ندري. هاتف مكعب 8-4-2-4-1 مكعب 8-4-2-4-1. اترك المايك بيد الاخ طارق الزين. حقيقة شديت كثيرا لصوت اخي وصديقي الشاعر عريان السيد خلف، وحسبت نفسي انه احد الحضوراني بصراحة، يعني مو فقط مشارك، فاي شيء راح اقدمه يعني هو بصراحة قليل بحقكم وايضا قليل بحق هاي الامسية، لان اكو من نورها هو الشاعر عريان السيد خلف. شكرا لك ابو ايمان. هناك بيت او موال زهيري جديد للشاعر الشاب ضياء الميالي، فراح اغني لكم اياه وان شاء الله يكون الختام. صندوق قلبي دوا وشاجرني شوقي شجر، ويا وبالروح صار الحزن غابة وعذابك شجر، تنور قلبي دوا وشاجرني شوقي شجر، وبالروح صار الحزن غابة وعذابك شجر، ويا جورك كسر شوكتي وياك كاني شجر. عمي صندوق قلبي دوا وشاجرني شوقي شجر، وبالروح صار الحزن غابة وعذابك شجر، جورك كسر شوكتي وياك اني شجر. عمي طيب على نيتي ما عرف ادور والف، وبقلبي منك صفت مليون طعنة والف، بقلبي منك صفت انا طيب على نيتي ما عرف ادور والف، ولك جورك وبقلبي منك صفت مليون طعنة ولف، ما انصفت حالتي جاي انت واسمك، يا عمي ما انصفت حالتي جاي انت واسمك ولف، ويا تربط بظهري جبل وتقلي جرى الشجر. اخ اخ اخ
أن أختم هذا الموال بكلمة طيبة، وشكري وثنائي وتقديري إلى أسرة جريدة الاتحاد وإلى الهيئة المتواجدة في بر صدام، وشكرا لأخ عادل العرداوي، وشكرا لأخ عريان السيد خلف، وشكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا للفنان المتألق طارق الزين، الذي نأمل أن نراه متألقا إن شاء الله، ونأمل أن نراه متألقا في شعر عريان السيد خلف، يعني في المحاولات الفنية المقبلة للأخ أبو زياد. حقيقة يعني ما أخفيكم، أني كصحفي وكداير ندوات كثيرة وحاضر مؤتمرات، يعني حقيقة هذه الندوة طولت 3 ساعات، وأكيد ما حسينا بالوقت يعني، ويعني أغبط روحي أني وأهنيكم وأهني عريان وأهني برج صدام وأهني بغداد وأهني جريدة الاتحاد على هذا الحضور، وهذا يؤكد أنه ما زال الشعر بخير، ما زال الذوق بخير، ما زال الفن بخير، يعني حقيقة يعني ما زالت الإصالة بخير، يعني كثير من الندوات نحضرها بنص ساعة وتنتهي بساعة، يعني إذا كلش تطول، وأنا مستعد يعني متأكد يعني لو نستمر بعد ساعة لا ساعتين هم يعني بس أفسح المجال، بس ماكو يعني الوقت صار طويل، يعني تعرفون بدينا بالسبعة وهسه بال يعني 7:15 هسه بالتسعة وثلث وربع، يعني 3 ساعات تماما يعني تقريبا، يعني أو ساعتين، مو ساعتين، قاعدة حلوة أكيد. أي بس الجو برد يا بنت، ولا والي لابس شاكيت. شكرا جزيلا لكل من حضر، وشكرا جزيلا لكل من استمر واقفا، يعني يا عيني عليهم ذول الواقفين حقيقة والله. وذن الكراسي ترى مال برج صدام، الناس ذول أهل البرج زملائنا الأعزاء مضيفينا كلهم طلعوهم ترى ما خلوا، بس ما كفل، ونعمل ضيافة منهم ونعمل أخوة. قريتها؟ أي حقيقة أشكر يعني باسم جريدة الاتحاد، يعني اللي هي تقف وراء هذه الأماسي في كل يوم 3، أشكر إدارة برج صدام اللي فسحت لنا المجال ووفرت لنا كل الخدمة اللازمة لنا وإلكم، وكذلك أشكر إخواني الأعزاء أبناء المحافظات والمدن العراقية اللي خفوا وإجوا هذا اليوم وشرفونا إلى مدينة بغداد وحضروا هذه الأمسية، وكان حضورهم فاعل حقيقة يعني. وأشكر أخي الفنان المتألق طارق الزين، يعني احنا الرجال ما يعني ما دعيناه ولا يعني، ولكن اجى سد الشاغر حقيقة، وكان موفق، وكان يعني نعمل اخ ونعمل فنان، وما ادري يعني هل اقدم تل من الشكر الى عريان السيد خلف لانه مصدر هو ديوان اسمه تل الورد، فاني باسمكم اقدم تل من الشكر والتقدير والاحترام والتبجيل لاخي العزيز وصديقي و رفيق مسيرتي بالحقيقة. أنا ويا ترى صار 30 سنة يعني. إيه يعني لا خافش يقولون دولة بعدهم صغار مو صغار. إيه. بس هو السيد يصبغ أنا ما أصبغ ترى. إيه. حقيقة يعني الأمسية جميلة. وقدمت يعني ما أخفيكم، قدمت الكثير من الهدايا وال. أشياء التقديرية من ناس فضلاء راح أقرأ أساميهم. يقول تقديرا للشاعر المبدع والكبير عريان السيد خلف، تفضلت جهات مختلفة بتقديم هدايا تكريمية له شاعرا للأجيال والشباب. هدية تقديرية مقدمة من إدارة برج صدام، يتفضل بتقديمها السيد مهدي الحكار المدير المفوض لبرج صدام. تفضل استاذ مهدي، تفضل. الاستاذ مهدي المدير المفوض لبرج صدام، اهلا وسهلا. ويبدو
اخوكم عادل ايضا هم الى هديه. اشكر شكرا جزيلا شكرا جزيلا. كذلك هدية مقدمة من مؤسسة حسن خرقي لصناعة الصابون الحلبي سوريا حلب. يتفضل بتقديمها الزميل زاهد جهاد، لأنه الأستاذ رشيد الرماحي ما موجود. عفوا شفته قام. الأستاذ رشيد الرماحي سكرتير تحرير جريدة الاتحاد، لأنه ما شفته في مكانه. آسف أستاذ أبو رشاد. شكرا للأستاذ رشيد الرماحي سكرتير تحرير الجريدة. شكرا. هدية مقدمة من شركة الأخوين للإعلان، يتفضل بتقديمها الزميل الصحفي والإعلامي عاصم جهاد. تفضل أستاذ عاصم. يا يومية سوونا مسيا معودين. أستاذ عاصم رسام الكاريكاتير المعروف طبعا. يا مرحبا. ويبدو وياها هدية لأخوكم عادل أيضا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. كذلك هدية مقدمة من مطعم ومشويات ركن العزائم شارع 14 رمضان، يتفضل بتقديمها الزميل الصحفي الكاتب زيد الحلي. وين أستاذ زيد؟ يتفضل بتقديمها الأستاذ رشيد الرماحي. شكرا جزيلا. كذلك هدية مقدمة من مكتب حافظ للفيديو والتصوير والمونتاج، يتفضل بتقديمها السيد حافظ الشمري مدير مكتب حافظ للفيديو. يا اهلا وسهلا استاذ حافظ. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. بالعكس فرصه سعيده. كذلك هديه مقدمه من شركه بابل للمشروبات الغازيه بيبسي بابل الى السيد عريان السيد خلف. يتقدم الاستاذ زاهد. ويبدو عريف الحفل ايضا هم الى هديه. ها شنو هاي غرقتوا لنا. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. باسمكم جميعا اشكر كافة الذوات الافاضل الذين تفضلوا علينا بهداياهم، اللي هي قيمتها مو مادية بالحقيقة، معنوية وتذكارية. وباسمكم جميعا اكرر الشكر والتقدير والاحترام لإدارة برج صدام الدولي، واكرر الشكر والاحترام لكافة الذوات الأفاضل من الزملاء الفنانين والصحفيين والمعجبين وكل من خف وأتى إلى هذه الجنينة، جنينة برج صدام الدولي. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين حسام؟ دون البرد.